بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجلسة الثانية من هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا فيه من الإسهام بما يرفع من شأن وطننا وأمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المتحدثة الأولى الدكتورة مرام عبد الرحمن مكاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. لفت انتباهي في أغلب المداخلات السابقة باستثناء ربما 4 مداخلات أن الجميع يعتبر أن التصنيف شيء إيجابي ومطلوب، وبالعكس يسبب يعني ثراء في المجتمع. أنا أعتقد لو كنا نتكلم عن ذلك النوع من التصنيف لما كنا الآن هنا نناقش هذه القضية، فنحن غالبا ما نناقشها لأنها نتج عنها آثار سلبية. فلا نتكلم هنا عن التصنيف العلمي أو الأكاديمي، وإنما نتكلم عن التصنيف الذي ربما يتسبب بمشكلات لصاحبه، والذي ربما عززته وسائل التواصل الاجتماعي لكنه سابق عليها. فالتصنيفان الأبرزان في مجتمعنا هما الإسلامي والليبرالي. فحين يوصم أفراد هذا التيار أو ذاك، حين يوصم أحداً ما بأنه من أفراد هذا التيار أو ذاك، هو لا يفعله بدافع أنه يريد أن يصنفه لكي يتعامل معه، هي عادة يصنفه كنقيصة. فحين الليبرالية في نظر الإسلامي هي تيار دخيل يعارض الدين، والإسلامية في نظر الليبرالي حينما يوصف بها أحد ما فيتهمه باستغلال الدين، وكلتاهما تهمتان خطيرتان. فما هي دوافع أنه عندما أصنف شخص أنه ليبرالي أو إسلامي مثلا؟ أنا لي دوافع أخرى، فمثلا يمكن أن يستخدم ذلك للاستقواء أو استعداء السلطة أو المسؤول على الشخص الآخر، أيضا استخلال القضايا الاجتماعية وإخراجها عن مسارها الطبيعي. يعني تستغل قضية مثلا قضية المواصلات للمرأة تتحول من قضية اجتماعية إلى قضية إيمان وكفر اعتمادا على موقفنا منها، فنخرج بذلك عن الموضوعية. وهذا ليس خاصا يعني حتى بالمملكة العربية السعودية، يعني في أمريكا في الخمسينات والستينات من القرن الفائت كانت هناك المكارثية، الاتهام بالشيوعية، عانى منه الكثير من السياسيين والفنانين والعلماء وغيرهم، وتم تحييدهم أو الإساءة إليهم بشكل أو بآخر. فعندنا المصطلحات عندما نصنف شخص بأنه إرهابي أو إخواني أو إباحي سيترتب عليها الكثير من المشكلات الاجتماعية، وأيضا مشكلات أخرى قد تعيق موضوع الزواج، قد تعيق الوظيفة، قد تعيق المنصب. كما أن المرء نفسه قد يتهم بانتمائه لتيار معين لمجرد أنه تبنى رأيا مشابها لهذا التيار في قضية ما، حتى لو كان يختلف مع ذلك التيار في قضايا أخرى هو بات محسوبا عليه، مع أن الإنسان ليس شخصية مسطحة. الإنسان يعني يتطور حتى هو مع التقدم في العمر، مع التجارب الحياتية المختلفة، فيمكن أن يتبنى قضية في فترة ما ثم يكتشف أنه لم يكن الموقف الصحيح فيغيرها. وبالتالي لا يصح برأيي أن يصنف المرء إلا ما يصنف به هو نفسه، لأنه المرء عندما يصنف نفسه هو له الحقية، أما الآخرين فلا يحق لهم أن يصنفوه ثم يتعاملون معه على هذا الأساس. شكرا لكم. شكرا دكتورة مرام. الدكتور فؤاد بن صدقة مرداد، وأرجو من الإخوة الذين سجلوا أسماءهم سابقا أن يداخلوا في الموضوعين، الموضوع الأول والموضوع الثاني الخاص بالتصنيفات الفكرية أو أسبابها، أو الموضوع الثاني المتعلق بكشف هذه التصنيفات، هل هي حقيقة أم تلبيس على الحقيقة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل التحايا والشكر والتقدير لمركز الحوار الوطني على هذا اللقاء الجميل والرائع والتنظيم، والموضوع الأهم زمانا ومكانا. أعتقد أن 180 ثانية هي المتاحة لي، وهذا الوقت القصير جدا قد لا يأتي للإنسان أن يقول بكل ما يمكن أن يقوله أمام أصحاب الفكر والرأي، لكنني سأتجاوز الجدلية التي دار الحديث عنها كثيرا بقضية وجود التصنيف. نحن نؤمن تماما بوجوده، وبالتالي ما في هناك أي داعي لضياع أي وقت في طرح هذه القضية، لكن يجب أن نجيب على السؤال مباشرة، سؤال المحور الأول الذي كان يتحدث عن قضية التصنيف بين السلبية والإيجابية. التصنيف ما هو المقبول منه وما هو المرفوض؟ كأننا نتحدث عن دائرتين لا أكثر، دائرة نتحدث فيها عن التصنيف المقبول الإيجابي، والآخر هو التصنيف السلبي. أنا أعتقد بأن التصنيف الإيجابي المقبول هو الذي سيؤدي إلى تكامل الطرح، سيؤدي إلى الاستفادة من كل الطاقات في المجتمع، سيؤدي إلى التعايش
أعتقد أيضا بأن التصنيف الإيجابي هو التصنيف الذي يغلف بغلاف المقصد الحسن، المبادئ والقيم الدينية كما ذكرت الزميلة الدكتورة وفاء الحمدان. وأعتقد أن نظام الحكم في هذه الدولة المباركة في أول نظامه يؤسس أو ينص على قضية الجانب الديني كما ذكرت الدكتورة أسماء السويلي. أعتقد أن نموذج المجتمع المدني واضح في قضية التعايش مع التصنيفات المختلفة، وهو ما ذكره الدكتور عادل في أو علاء في قضية وثيقة المدينة النبوية. لكن في الجانب السلبي وهي الدائرة الأخرى التي نريد أن نشير إليها تماما، نحن نؤمن تماما بأن ضبابية التصنيف، مفهوم التصنيف، من يمتلك التصنيف، من يمتلك معيار التصنيف، هذه يعني أدخلتنا في قضية سلبية التصنيف. أمر آخر قضية تعميم المصطلحات. أمر ثالث قضية الشخصنة. أمر رابع قضية التبعات من وراء هذا التصنيف، الإقصاء، الاختلاف، ارتفاع الصوت، ضعف الصوت الآخر، عدم التقبل. ذكر الزميل الأستاذ عبدالله القرشي قضية إدارة الخلاف الفكري، الأزمة الحقيقية التي ربما نعيشها. أعتقد بأن مجموعة الانطلاقات العلمية التي ذكرها الزميل ياسر المطرفي في قضية تحرير المصطلح وتوضيح آليات تطبيقه على أرض الواقع هي نقطة الانطلاق ومنصة الانطلاق لكي نصل إلى تحرير واضح لمثل هذه المصطلحات، ثم إسقاطها على هذا المجتمع المسلم حتى تتحقق البنية الدينية والوطنية. ونسأل الله للجميع كل التوفيق إن شاء الله. شكرا دكتور. الأستاذة الدكتورة أسماء محمد باهرمس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا عندي أكثر من سؤال يدور بخاطري نتيجة اللي سمعته، نتيجة البحث البسيط اللي سويته قبل ما أحضر الجلسة هذه. سألت طالباتي، عندي 35 طالبة في فصل واحد، وأعطيتهم كذا سؤال رغم أنهم كلهم إدارة أعمال، يعني ما لنا علاقة في علم النفس أو علم الاجتماع. هل عندك معرفة بالتصنيفات الفكرية؟ كانت الإجابة نعم من معظمهم. هل يؤذيك إنه أحد يصنفك؟ كانت الإجابة نعم، الكل يرفض أن يصنفها الآخر. طيب لماذا؟ لأنه المشكلة في التصنيفات إنهم التصنيف مطاط، يعني ما أراه أنا ليبرالي قد لا يراه الآخر ليبرالي، ما يراه متحفظ أنا قد لا أراه متحفظ، الشخص نفسه يتغير. يعني اليوم أنا قابلني موضوع معين أخذت موقف منه، لا يعني التزامي بالموقف ده على طول الوقت، ممكن أغير فكري أنا. فأرفض أنه أحد يصنفني، هنا الخطورة والسلبية في التصنيفات، أن إحنا نصنف الناس بناء على موقف معين شفناهم فيه أو إفادة أفادوا بها، وبالتالي قد يحرموا من حقوق هي متاحة لهم أصلاً، أستبعدهم من وظيفة معينة، أستبعدهم من ترقية. هنا المشكلة، التصنيف اللي نسميه يعني وصم، اللي أقصد به أنه أصم الشخص بطريقة سلبية عشان أقلل من مقداره أو أستبعده من فرصة معينة. هنا الصعوبة والمشكلة في الموضوع. الحقيقة أنا أشكر مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني على طرح الموضوع، لأنه مو صعوبة في وجودها وعدم وجودها، موجودة والنظريات موجودة من أول، لكن الصعوبة كيف أعرفها بدقة لا تقبل الجدل، وهل هو مجدي تعريفها؟ مفهومة زي ما قلت يتغير، يعني كان أحد الأخوة قال إنه لازم موضوعية وعدل كذا. طب أنا أقول لك الموضوعية هي لا موضوعية متفق عليها، نفس الموضوعية لا موضوعية في يوم من الأيام كانت، بعد فترة اتفقنا على شيء معين وصار متفق عليه فأصبح موضوعية. الموضوع يعني يحتاج مجهود كبير مننا وفكر متفتح عشان نقدر نحتويه ونحوله إلى إيجابية، ويعتبر منجم ذهب للدولة إنه فتحت المجال للناس تتكلم وتعبر عن رأيها، فيفيد هذا في وضع السياسات والاستراتيجيات للحفاظ على أمن الوطن في النهاية. شكرا دكتور أسماء. دكتور حسن من صالح الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع هو التصنيفات الفكرية وليس أي تصنيفات. في ظني أن التصنيف من حيث هو في الجملة هو مذموم وليس أمرا يحتمل الأمرين. الاختلاف واقع، والاختلاف أيضا هو في الجملة مذموم، ولذلك الله عز وجل قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالمرحومون هم الذين خرجوا من دائرة الاختلاف. لكن الرضا بالاختلاف والتعامل مع التصنيف هو
هو التعامل مع طبيعة البشر، مع طبيعة الضعف البشري، ولهذا نحن بحاجة إلى أن نتعامل معها كظواهر لا تنمى ولكن تعالج، ومعالجتها تكون بظني بأن يرفع الغطاء السياسي عن الأفراد، ويكون هناك سيادة للقانون والنظام العام وإعلاء للمصالح الكلية الوطنية. هناك مشتركات وطن، وهناك مشتركات دين، وهناك طبائع وقدرات مختلفة. إذا ثبتنا واتفقنا على مشتركات الدين ومشتركات الوطن، حينئذ سيتعايش في الوطن من هو من أهله أصلا، ولا يمكن أن ينفى الشخص من وطنه لأنه لا يحمل الديانة. كما أن تصنيفه بسبب انتمائه الفكري أو المنهجي هي إشكالية ولدها كون السياسة أحيانا تتجه مع طرف دون طرف. ولذلك في ظني أن الفحص الحقيقي للتصنيفات هو أنها كانت معالجات لمشاكل واقعية ربما تكون عجزت السياسة عن القيام بها. ونحن نتذكر أنه عندما سقطت دولة الخلافة الإسلامية نشأت التيارات، ودائما في حال عدم القيام بالمهام التي هي موكلة للدول عموما تقوم الجماعات الأهلية والجماعات المدنية بالقيام بهذه الواجبات. وعندما تقوم الدولة بواجباتها الكلية ينحسر دور الأفراد والتيارات والتصنيفات، وبالتالي فإن علاج التصنيفات هي بالمغالبة المشروعة وإيجاد البدائل التي ترعاها الدول والأنظمة حتى لا يكون هناك حاجة لأن أنتمي إلى تيار ولا إلى أن أصنف أو أصنف تحت أي دائرة، سواء كانت فكرية أو كانت جهوية. وبغير ذلك فإن دول أفريقيا وغيرها ليس لديها اختلاف في الدين، لكن عانت التصنيفات الخطيرة العرقية والمناطقية، فالإشكالية تحتاج إلى علاج على مستوى السياسة. شكرا دكتور حسن. الدكتورة خيرية عمر حساوي. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا أول ما تأملت المحور أنا يعني تعجبت، يعني من كنت أرى أنه المفترض أن يساق بأن تكون الاتجاهات الفكرية بين السلبية والإيجابية بدل ما أن يكون التصنيفات، لأن أنا لما أنظر للتصنيف بغض النظر عن أنه نظرة دونية أم لا، لكنني هذه كظاهرة طبيعية إن أنا ما بصنف شخص إلا هو أرى أنه لا يتفق معي في الفكر، في المنهج، في أي شيء. فالتصنيف بحد ذاته إما أني ما دام أنا أعتقد أني أنا ماشية في طريق صحيح وصنفت غيري أنه لا يمشي في نفس الطريق، إذن لابد هو إيش؟ مخالف. وهنا تكمن يعني ينبغي أن نشخص هذه النظرة التي أنا وصلت إليها، أنني قررت أنه هذا ليس من الصنف اللي أنا أسير عليه أو الذي المبدأ الذي أؤمن به. فبالتالي هنا عندما نشخص هذه القضية كظاهرة ينبغي أن نضع لها يعني معياراً وحداً، متى أنا أضبط نفسي كظاهرة طبيعية؟ ما أستطيع أني أنا أقول مثلاً أن كل الناس ملائكة، أنها عندما تدخل مجتمع لأول مرة وترى الناس في تصرفاتهم لا تصنفهم تصنيف تلقائي في ذهنها، ولكن متى يكون هذا التصنيف التلقائي سلبي؟ لابد أني أنا أضع حد معين، يعني وهل المراد هو الإشكالية في التصنيف أم في آثار التصنيف؟ كذلك يعني ينبغي أن نضع يعني حد يجب أن يقف عنده التصنيف بحيث أنه لا يكون فيه هناك تجاوزات يعني وخروج عن الدين أو تعدي على ممتلكات الدولة أو أي شيء يخالف الأمور والثوابت المعلومة بالضرورة. كذلك لا بد أن يكون هناك إجراءات مناسبة أن تتخذ يعني ضد من يعني يشخص الناس ويؤثر على سمعتهم ومكانتهم الاجتماعية. فينبغي أن نعالج هذه عندما نجد أن هذه القضية وصلت لهذه المرحلة من أني أنا قد أكون حينما صنفت شخص ما بأنه مثلا علماني أو ليبرالي أو أي شيء ربما أني أثرت على سمعته، فهنا أنا أقرر أن أجعل مقياس لنفسي أنني وصلت
إلى تصنيف سلبي. كذلك حينما أجد نفسي أني أنحي إنسان عن منصب، لا أرشحه لمنصب لا تشترط فيه شروط، أي شروط يعني غير الوطنية وأمور معلومة يعني في الإجراءات الوظيفية، كذلك هذا يعني يعتبر تصنيف سلبي وهكذا. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. شكرا دكتورة خيرية. الدكتور فهد القرشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر القائمين على مركز الملك عبد العزيز للحوار لهذه الدعوة الكريمة، وأنطلق في مداخلتي من ما ذكره معالي الشيخ الدكتور راشد في بداية حديثه، والتأكيد على التصنيفات الفكرية كالليبرالية والعلمانية والحداثة ونحوها، فأقول أن هذه تصنيفات مرفوضة ولا ينبغي إقرارها، لا سيما ونحن نعيش في بلاد التوحيد، في بلاد تحكم بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فيكفي الجميع ما قاله الله تعالى: هو سماكم المسلمين، ومن خرج عن هذه الدائرة وعن هذا الشرع الذي شرعه الله لنا ورضيه لنا فلا بد أن يحاسب على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا عدنا إلى التصنيفات القديمة المذكورة في كتب أهل العلم في كتب العقائد وغيرها من التصنيفات كالخوارج والمعتزلة ونحوها، فإن هذا أمر مضبوط لا إشكال فيه، وقد ضبط أهل السنة والجماعة هذه القضايا بضوابط معينة، فقالوا أنه لا يجوز شرعا أن ننسب شخصا إلى طائفة أو إلى فرقة أو إلى مذهب حتى يقول بأصول تلك الفرقة. والله عز وجل أمرنا أولا وآخرا بقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا دكتور. لعلنا بهذا نكون أنهينا المداخلات المتعلقة بالتصنيفات الفكرية بين السلبية والإيجابية. وموضوع الجلسة الثانية هو دوافع التصنيفات الفكرية. أشار الدكتور راشد والدكتور والأستاذ أبو عبد الرحمن في البداية إلى أننا قد يعني استوفينا جلسة سابقة في الرياض حول هذا الموضوع، وكان جملة ما توصل إليه الإخوان فيما يتعلق بدوافع التصنيفات أمران: إما كشف لحقيقة سواء كانت حزبية أو مذهبية أو طائفية أو عنصرية، وإما تلبيس على الحقيقة لدوافع أخرى، دوافع ذاتية انتفاعية، دوافع انتقاص، دوافع حسد، دوافع يعني خلط أوراق مع بعض. إذن الدوافع مختلفة، منها ما هو صادق وكاشف للحقيقة، ومنها ما هو ما يسهم في تعمية الحقيقة. نبدأ هذه الجلسة مع الأستاذة لما مصطفى صبري. السلام عليكم. أنا كان لدي مداخلة من المحور السابق، لكن المحور هذا أيضا فدمجت الموضوعين مع بعض. التصنيفات الفكرية بالصورة الإيجابية نجدها عند المجتمعات التي تعزز للفرد وتقبل بالتنوع، أما في المجتمعات المترابطة فمن صور تعايشها هو أن تنضم للجماعة السائدة، ودائما ما هناك فئة أقوى من الأخرى، وتلك ظاهرة غير صحية لأننا نريد السيطرة وإقصاء الغير بدلا من التعايش والإثراء الفكري. أصبح الموضوع قائما على نظرية البقاء للأقوى، فلكل فئة قائد، وكل قائد يتعصب لفريقه ويتهم الفريق الآخر، وتنتشر التصنيفات السلبية عند المجتمع إذا كانت رموز المجتمع تمارس ذات الشيء كالشخصيات المعروفة أو الشخصيات المهمة والإعلاميين كذلك. حين يصم فئة بتصنيف سلبي حينها سيقبل العامة بهذه التصنيفات، بل ويتصرفوا بناء عليها. حينها تصبح التصنيفات الفكرية تهدف إلى عزل فئة ما عن المجتمع وتغريبها واتهامها في وطنيتها. ويجب أن نيقن أيضاً عدم وجود مؤامرة، والكل له حق الممارسة الفكرية، ويحاسب ويعاقب فقط من يخطئ من أي فئة كان. وبصورة شخصية، نحن جيل الإعلام الجديد نحمل على عاتقنا مسؤولية أكبر، حيث تخف الرقابة ولا يبقى لدينا سوى رقابتنا ودوافعنا الشخصية التي تحملنا مسؤولية نشر رسالة التقبل ورفض التعصب. شكرا. شكرا أستاذ لما. الدكتور يوسف الغامدي. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أولا أنا أؤكد على مسألة أهمية تحقيق المصطلح
فنحن نتكلم عن قضية مصطلح تصنيف فكري وليس تصنيفا فقهيا أو عقديا أو ما يتعلق بالفرق، وبالتالي الإسقاطات في كل واحدة منها يعني تسبب إشكال مع الآخر. يعني التصنيف قد يكون ديني فقهي دعوي قبلي مجتمعي أصولي وما يتعلق به، لكن المهم جدا أن محور الحديث فيما يبدو لي هو حول التصنيفات الفكرية. وأظن أن من ضوابط التصنيفات الفكرية أنه لابد أن يكون يعني كما ذكر بمعالم معينة، أن يكون علميا، أن يكون منهجيا، أن لا يكون شخصيا، أن لا يكون سياسيا، أن لا يكون اجتماعيا، أن لا يكون أيضا محصور بإطار وطني معين أو بقعة جغرافية معينة. فهذه دوافع مؤثرة جدا على التصنيف. وهنا يعني تتحدد أهمية أو توجه التصنيف أن يكون سلبيا أو إيجابيا بحسب نوعية التصنيف، بحسب دوافع التصنيف، أثار وثمرات ذلك التصنيف. أيضا مسألة الاتجاهات الفكرية ومسألة الاختلاف الفكري كلها معايير مهمة تصب في ما يتعلق بجانب التصنيف. ونحن بما أننا الحمد لله دولة تقوم على التوحيد وعلى الدليل، والصحابة عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على المعيار الذي يضبط عملية التصنيف عندنا قال ما أنا عليه وأصحابي، فمتى اختلف الناس عن هذا المعيار فكريا فيكون ذلك المعيار فيكون مخالفة هذا المعيار يعني خلل فكري. فالمنهج الحق الوحي الذي أنزله الله عز وجل على عباده مهم جدا في ضبط عملية يعني دافعية التصنيف وصحة التصنيف وسلبية التصنيف وإيجابيته، كما أن خطورة التوسع حقيقة في التصنيف بلا دليل. وهنا بالمناسبة يعني أنا أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى خطورة الانجرار وراء الدوافع غير الشرعية والحقيقية والمهمة كدوافع بعض وسائل الإعلام وبعض التوجهات العالمية في ضرب الناس بعضها ببعض تحت آلية التصنيف. أيضا الخطورة تكمن في مسألة اللعب بما يسمى بالتصنيف، يعني على سبيل المثال الإلحاد يجب ألا يدخل تحت أي تصنيف فكري فهو مرفوض جملة وتفصيلا، وبناء عليه آلية العمل معه قد لا ندخلها تحت آلية التصنيف وإنما ندخلها تحت آلية العلاج، فهو مرض. وإن كان التصنيف يعني يصنف بحسب ما يستحق العلاج، ما يستحق أن يقوى، ما يستحق أن يعني يضعف وما يتعلق بذلك. فمهم جدا أن يكون التصنيف له معايير، له ضوابط، له أصول، وأن يحدد في إطار الذي ذكر عليه. أيضا نحذر الغلو، هناك غلو مثلا من التيار الإسلامي، أيضا غلو من التيار غير الإسلامي في عملية التصنيف، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. شكرا دكتور يوسف. الأستاذة آمنة سليم حجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا سمح لي رئيس الجلسة مداخلتي في المحور الأول أواصل؟ تفضلي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. لعلي أتفق مع ما تطرق له الدكتور عاطف نصيف في المحور الأول من كون مفهوم التصنيف الفكري مرفوض وليس فيه شيء من الإيجابية، واعتمادنا لمفهوم التصنيف يجعلنا ننقل الموضوع من الاختلاف إلى الخلاف. من هنا أقول أن التنوع بين بني البشر من سنن الله في خلقه، كما جاء في قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. وأرى من وجهة نظري أن لكل فرد الحرية في تبني ما شاء من أفكار واتخاذ الاتجاه الذي يريد في حدود لا تصل إلى الإضرار بالحق العام وبالثوابت الدينية والوطنية. والصورة الإيجابية للتنوع الفكري نجدها في سيرة خير البشر نبي الهدى والرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في استماعه للمخالف وقبوله للرأي الآخر، وتمثل ذلك في مواقف كثيرة من سيرته العطرة في كل المجالات الدينية والسياسية والاجتماعية، ولولا ضيق الوقت لذكرت العديد من القصص النبوية في ذلك. أما الصورة السلبية للتنوع الفكري خير ما يمثلها ما جاء في كتاب الله على لسان مخالفي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومكذبيهم، قال تعالى على لسان قوم شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وأختم بوجوب التنبيه والتحذير من تحول التنوعات الفكرية إلى تحزب واستقطابات تؤدي إلى الشقاق والتنازع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. شكرا أستاذة آمنة. الأستاذ سعود كابلي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
الشكر موصول لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني على جهوده. هو لا شك أن الاختلافات الفكرية أو التنوع الفكري جزء من ثراء أي مجتمع. التصنيفات الفكرية في هذا المجال هي أيضا جزء من ثراء أي مجتمع. وإحنا يعني سابقا درسنا في الجامعات أنه أي فكرة بنعود إلى التصنيف الفكري لصاحب الفكرة وأفكار وأيديولوجياته. فأعتقد التصنيف هو جزء جيد أن إحنا ننظر إلى تاريخ الفكرة، إلى تاريخ الشخص، ولا أجد فيها أي غضاضة. الغضاضة لدينا هنا في المملكة للأسف قائمة أن التصنيف له انعكاس آخر سياسي، وهذا يعود إلى فكرة دوافع التصنيفات الفكرية ومحركاتها. التصنيف الفكري قائم لدينا على فكرة أنه إقصاء الآخر، لأن مفهوم الدولة الوطنية لم يتبلور بعد، وهذه هي المشكلة الرئيسية لدينا. إحنا عنوان الجلسة هو أثر التصنيفات الفكرية على الوحدة الوطنية. أعتقد الكلمة المفتاحية هنا هو الوحدة الوطنية. للأسف التيارات الفكرية لدينا في المملكة متجاوزة للدولة الوطنية، إما تحت الدولة كانت تعود إلى مناطق معينة، إلى قبائل معينة وتلتزم بهذا التصنيف، أو متجاوزة للدولة نحو الفكرة الأممية ما فوق الدولة الوطنية. للأسف مفهوم الدولة الوطنية هو الذي يحكمنا هنا. إذا كان مفهوم الدولة الوطنية واضح ومترابط وجميعا نتفق عليه، التصنيف بالتالي لن يصبح نوع معضلة. التصنيف سيصب في مصلحة الدولة الوطنية. لكن طالما هناك تيارات تستخدم التصنيفات كطريقة لإقصاء الآخر، ليكون لها انعكاس سياسي وليكون لها نفع سياسي من هذا الموضوع، هنا تظهر المشكلة الأساسية في تقدير الشخصي. نقطة أخرى أود أن أعلق عليها، ذكر العديد من المشاركين في فكرة ضبط التصنيفات شرعيا، وأنا أجد أن هذه فكرة يعني خطيرة. إذا كنا نقول من الذي يملك ناصية تحديد هذا الأمر، يعني نترك جميع التيارات الليبرالية وغيره على جنب ونمسك فقط التيار السلفي. إحنا اليوم نجد حتى داخل التيار السلفي هناك تصنيفات داخل التيار نفسه، بين السلفية السرورية والسلفية الجامية وغيره، وبين مصانع الحداد. طب من هنا الذي يملك ناصية التصنيف الشرعي لهذه الاختلافات الفكرية؟ شكرا جزيلا. شكرا أستاذ سعود. الأستاذة ذكرى العطاس. السلام عليكم. أنا مداخلتي في المحور السابق إذا حضرتك تسمح لي ممكن؟ باختصار لو تكرمتي. باختصار شديد، كما ذكرت أستاذة لما صبري، أنه إحنا من فئة الشباب والجيل الجديد. الكلام اللي ذكر ما شاء الله الأساتذة ما قصرت وقلت كل حاجة ووفيته، لكن إحنا كيف نعزز ما بيننا كشباب وكجيل؟ كيف نحترم بعض؟ كيف نحترم أفكارنا، أراءنا، تصنيفاتنا؟ كيف إحنا نعزز هذا الشيء فينا؟ ذكرتي أستاذة أسماء كمان أنه سألت طالباتها في محاضرة أنه ما حد فينا يحب يصنف، وفعلا ما حد فينا يحب يصنف، لكن في ظل ذلك بننبذ أو ما نتقبل أحيانا أنه إحنا نتقبل وجود إنسان تفكيره مختلف عننا أو توجهه مختلف عننا أو حتى طائفته أو مذهبه، بس إحنا كيف نتقبل هذا الشيء؟ ختاما أوصل أنه إحنا فعلا نعزز هذا الشيء فينا في جيلنا والجيل اللي بعدنا بإذن الله. شكرا. شكرا أستاذة ذكرى. الدكتور خالد بادو طرفي. السلام عليكم. أعتقد فيما سمعت أن هناك خلط بين ثلاثة أمور، بين التوصيف والتصنيف والتنابز بالألقاب. التوصيف مسألة لا نختلف عليها، نقول أنا عربي مسلم، أنا سعودي، أنا حجازي، أنا جداوي، أنا متعلم، أنا أكاديمي، أنا مدني. هذه يعني متفق عليها، ولا أعتقد أنها تدخل ضمن التصنيف، لأن التصنيف هنا نتكلم عن انتماء مذهبي، عن مدارس فكرية، عن انتماء إلى أحزاب وجماعات وفرق وتيارات وحتى أندية رياضية، وهذه ينبغي أن الشخص نفسه يعلن عنها أو يثبت انتماءه إليها. كان يقول فلان أنا إخواني، أنا أنتمي إلى جماعة الأخوان المسلمين. أما لأنه لمجرد أنه تعاطف مع مثلا ما حدث في رابع العدوي يسمى إخواني، يعني هذه القضية أصبحت شائكة. وأعتقد أن الأساس فيها أن يقبل الشخص بانتمائه أو يثبت انتماءه رسميا لهذا التيار أو لهذه الجماعة قبل أن ينسب إليها. الشيء الثالث هو التنابز بالألقاب، وهو ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه عندما قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني احنا كنا نشتم بعض، يعني إذا أردت أن أنهي القضية أنا أكتب عن موضوع أتكلم فيه مثلا عن تدريس الأطفال الأولاد في مدارس البنات من السنة الأولى للسنة الثالثة، فيسهل على أي إنسان يريد أن يسكتني أو يريد أن يصنفني أن يشتمني، يعني يقول أنه علماني ليبرالي حداثي رويبضة، ربما يقول رافضي ملحد منافق. هذه الأشياء من أعطاه الحق بذلك؟
الله سبحانه وتعالى وحده الذي يحكم على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عندما قال فلان منافق أو كان يأتيه الوحي من الله، إنما نحن من أين يأتينا هذا الوحي؟ لذلك أعتقد أن القضية أصبحت سلاح، إصدار الأحكام والحكم على الناس يترتب عليه إيذاء وإقصاء وظلم. وأعتقد أن هناك لا أستبعد من الدوافع أن تكون هناك دوافع خارجية، لأن في هذه فتنة، فتنة بين المسلمين نفرق بينهم بمثل هذه القضايا. وأعتقد أن الحوار المفتوح يجب أن ينبغي في هذه الظروف أن نبعد عنه مسألة التصنيف والتنابز بالألقاب، إلا كما قلت إذا ثبت فعلا انتماء إنسان أو أعلن انتماءه إلى مذهب معين أو تيار معين فهو مسؤول عن هذا الإعلان. وشكرا لك. شكرا دكتور خالد. دكتورة فاتنة حسن حلواني. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة أنا أشكر مركز الحوار الوطني للنتيجة التي توصل إليها في الحوار السابع، أن أحد الدوافع المهمة وراء هذه التصنيفات في وقتنا الحاضر بالذات هو تلبيس الحقيقة، وللأسف تلبيس الحقيقة تدفعه دوافع الشلالية والحزبية ونشر الفئوية، وهذا الخطر هو الخطر الحقيقي الذي تواجهه بلادنا اليوم في قضية التصنيف. والأخطر أن يكون الدافع وراء ذلك كله إما استقطاب وزيادة المنتسبين لفكر ما، وأنا أقصد استقطاب العوام لأفكار لا يعرفون مداها ولا خطرها ولا حقيقتها، وإنما ينساقون لأن النخب تتحدث عن فكرة ما وتستطيع أن تؤثر هذه النخب على هذه الفئة من العوام عن طريق إما التعليم، إما وسائل الإعلام، وإما وسائل التواصل الاجتماعي. الأخطر من ذلك أن يكون الدافع الحقيقي وراء هذه التصنيفات اليوم هو إقصاء الطرف الآخر بالبحث عن مثالبه فقط دون ذكر شيء من مناقبه، بل للأسف قد يصل الأمر أن نبلغ حد التكفير أو نشر ما نسميه الخيانة الوطنية. وأعتقد هذا يضع الأطراف الناتجة من التصنيف في مواجهة مؤسسات المجتمع المدني، خاصة إما طرف سيواجه المؤسسة الدينية وإما طرف سيواجه المؤسسة السياسية، وكلا الأمرين على خطر، بل ينقض الوحدة الوطنية التي جئنا اليوم نتحدث عنها يشيدها ويبنيها. وأعتقد الأخ الذي داخل جزاه الله خيرا نبه إلى أحد الدوافع التي قد ننساق إليها في التصنيف دون أن نشعر، دوافع خارجية توجهنا نتوجه دون أن ندري، لأننا بهذا التصنيف نصنع خلافا مصطنعا غير حقيقي. وعندما نتقابل ونتواجه سنجد كثير من القواسم المشتركة التي تنفي أصلاً هذا التصنيف أو ذاك. أهم من هذا وذاك إخوتي وأخواتي، ونحن نتحدث عن الدوافع، نتمنى أن نبحث والموجودين إما إعلاميين وإما أكاديميين وإما أصحاب رأي يكتبون ويؤثرون في الناس، أن نبحث عما نحتاجه من مهارات تأتينا بالإنصاف والعدالة للتصنيف، مهارة تجعلنا ونتجعل من حولنا نصف الأفكار للأشخاص، مهارة تجعلنا على يقين من أننا ننبه على السلوك لا على الشخص بذاته، وننبه كذلك أن الانتساب لفكر ما لا يعني أن كل من داخل هذا التيار أو ذاك أو هذا الفكر هم يشابهون من حكمنا عليه. مهارة تجعلنا قادرين على أن نحاور ونعرف آراء الغالبية الصامتة للأسف، وعندها سندرك أن في الجميع شكراً. خير لكم لم نكن نعلمه ولم تصلنا بعد أخباره، والله الموفق. شكرا دكتورة فاتن. الأستاذ فهد عريشي. السلام عليكم. في البداية أحب أؤكد على كلمة الدكتور قشمير القرني. دكتور قشمير أكد على نقطة الإيجابية في التصنيف الفكري. من وجهة نظري أنه كمهتم بالكتابة في الشأن الاجتماعي وبالذات في نقطة التفاؤل والإيجابية، أرى بأنه التصنيف الفكري شيء إيجابي، وقتما أكدنا على أنه إيجابي في جميع مناحي الحياة. فعندما ننظر له من ناحية التشاؤم أو من ناحية السلبية،
أعتقد أن هذه النقطة أو الدافع الذي يجعلنا جميعاً نخشى التصنيف أو نتوقف عن التصنيف. التصنيف عندما ننظر له من ناحية إيجابية أو من ناحية التفاؤل فهو شيء إيجابي وهو شيء فطري وتعودنا عليه منذ الصغر، منذ أن كنا أطفالاً ونحن نسمع بأن هناك أديان غير الإسلام، وبأن هناك جنة ونار، وبأن هناك أشخاص لا ينتمون لعقيدتنا أو لأفكار آبائنا، وأن ما تربى عليه آباؤنا ليس ما نحن عليه الآن. فمجرد أن نقول أن التصنيف سلبي، أنا أختلف تماماً. التصنيف ليس سلبي، السلبي أن نتشائم اتجاه التصنيف بأي شكل من الأشكال. يجب أن نتفائل، ويجب أن نكون دائماً وأبداً ننظر للتصنيف بأنه شيء إيجابي. النقطة الوحيدة التي تجعلنا نرفض التصنيف هو عندما نتشائم، عندما نقول أنه مثلاً أحد الوزراء الجدد يمسك أهم أحد الوزارات ينتمي للفكر الذي نخالفه، فقد يفسد التعليم. مثلاً كثير من المعارضين اعترضوا على أن سمو الأمير خالد الفيصل أصبح وزيراً للتعليم، والنقطة التي جعلتهم يختلفون في النقطة هذه في تعيين سمو الأمير خالد أنهم متشائمين من أن أو تصنيفهم الفكري له سيؤثر على التعليم. وشكراً أخ فهد. كان من بين الشروط الحوار التي أشار إليها معالي الشيخ خالد هو عدم ذكر الأسماء. شكراً أستاذ فهد. الأستاذة اعتدال عبد الله عطيوي. السلام عليكم. لاحظت في خلال ما قيل أننا تحدثنا عن المفهوم، وجوده أو عدمه، إقراره أو رفضه، تحاورنا ولكننا لم نصل إلى لب موضوع واحد، الحقيقة الموجودة في مجتمعنا. وهل نحن فعلا في مجتمع يقر بمفهوم الاختلاف كمنطلق أم لا؟ وهل أيهما أكثر صحية عقليا وفكريا واجتماعيا، الإقرار بالتصنيف ووضع الناس في أركان محددة، أم الإقرار بالاختلاف؟ وقد رأينا نجاح التجارب حولنا في العالم. هل ارتفعت النسبة أو تغيرت، أم ما زالت كما هي مترادفة مراوحة هنا وهناك؟ هذا بالنسبة للمحور الأول. بالنسبة للمحور الثاني وهو دوافع التصنيفات الفكرية، في رأيي ومما رأيت من خبرتي الطويلة في العمل الاجتماعي أن دوافع التصنيفات الفكرية غالبا ما تتلبس بالشخصنة والمرتبطة في واقعها الحقيقي بالمصالح من جهة، والوصول إلى سلطة اجتماعية حقيقية أو وهمية. والحقيقية التي نلمسها أكثر عندما نقرأ ونطلع على المتعلقين والمتشددين بالتصنيف. أما الوهمية فهي تتدفق كما يرى علماء النفس والاجتماع من عامل الجذب الاجتماعي الذي يحيط بالتصنيف. الجهة الفلانية عندها كمية كبيرة من الجذب الاجتماعي، إذن أنا أدور في فلك هذه الجهة. وهذا ما أرى. بالدرجة الأولى دوافع التصنيف شخصانية، وخطورتها عندما ترتبط بالإقصاء وبالحقوق، هنا تبدو خطورتها، لأن التصنيف يعني إقصاء حقيقي، ويعني تلبس فكري معين لشخص ما قد يحرمه من حقوقه المدنية وأكثر من ذلك كما نرى في مجتمعنا. وشكرا لكم. شكرا أستاذ اعتدال. الدكتور عبد الله المالكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثلاث مسلمات يعني انطلق منها لهذه المداخلة. المسلمة الأولى أننا في هذا المجتمع الفاضل الكبير مسلمون بغض النظر عن أي تصنيف ينتمي الإنسان، فلا يوجد بيننا ولله الحمد مسيحي ولا يهودي ولا وثني،
هذه مسلمة. المسلمة الثانية أن لنا دستور لا يمكن تغييره، وهو المرجعية، والدساتير في جميع دول العالم يرجع إليها. والمسلمة الثالثة أننا بلا شك فيه اختلاف، والاختلاف لاختلافات أو لخلاف التعايش فيما بين أبناء منطقة عن أخرى، وفيما بين تقبل فكر عن آخر. هذه ثلاث مسلمات موجودة ولا ينبغي أن نتنكر لها. نعود للمسلمة الأولى التي هي أننا من فضل الله في هذا البلد كلنا مسلمين بغض النظر عن الانتماءات الموجودة، والحاكم في هذا هو الدستور الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي لا تتغير بالزمان ولا بالمكان، فنصوصها ثابتة. ولكن من يفهم هذه النصوص هم العلماء الربانيين وليس أنا، أو من له دافع الشخصنة كما ذكرت الأخت اعتدال عطيوي. فهذه المسلمات التي ينبغي أن نؤمن بها هي التي تجعلنا فعلا نتوافق فكريا، نقبل الآخر في حواره، نقبله في جواره، نقبله في كلامه، نقبله في طرحه، ثم ما كان لا يتناسب معي أو لا أقبله أنا في داخل نفسي قد يقبله شخص آخر. والذي يحكم الموضوع هو كما ذكرت لكم فيما يتعلق بمنطوق النص القرآني أو منطوق ودلالة السنة النبوية. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض الإخوة قبل في المجتمع المدني اليهود، وقبل المنافقين، وقبل المشركين، بل وقبل أكثر من هذا الذين عاندوه صلى الله عليه وسلم، ومات صلى الله عليه وسلم وهو لم يخبر بأسماء المنافقين إلا رجل واحد من الصحابة. لماذا؟ أتودون أن يقال أن محمد يقتل أصحابه؟ تقبل الجميع الموجودين، حتى نقض اليهود عهدهم فأخرجهم من المدينة. فهذا جانب، يعني ربط المسلم الثالث الذي هو وجود الخلاف بكوننا لنا دستور نحتكم إليه، حتى لا يكون الخلاف في فوة أو في فجوة كبيرة ينحدر فيصل إلى التدافع البدني كما يحصل في كثير من البلدان العربية التي سلمت بما أوهمت به من الربيع العربي وما أشبه ذلك. شكرا دكتور عبد الله. دكتورة نوف الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا هعرف التصنيف بشكل مبسط شوية بعيدا عن التعريفات الأكاديمية. لو نبغى نقول إنه التصنيف هو عبارة عن حكم على شخص أو فئة عشان يعني دون إعطائها الفرصة لتوضيح وجهة النظر، مثلها مثل القاضي اللي بيصدر حكم دون السماع لحيثيات القضية. طبعا أهم صفاته خلينا نقول الانغلاق المرضي، تعصب أعمى، واعتداء على الحقوق بعيدا عن فكرة العدالة. مع الأسف التصنيف الفكري أصبح عندنا خلينا نقول كمجتمعنا قائم على أساس الدين كعامل أساسي للتصنيف أكثر من كونه على أسس فكرية. يعني أصبح نصرف كلمة العلمانية والليبرالية زي ما الجميع ذكر إلى الخروج عن الدين، يعني أصبحنا في مأزق محصورين بين التيار الديني وبين من يخالف بعيدا عن فكر الوسطية. طبعا التنوع الفكري من وجهة نظري هو مطلوب جدا وحالة صحية، وسيلة كمان للإثراء الثقافي، ومن أهم الدوافع لمعالجة الأفكار وإعادة القراءة بصورة أشمل، إلا إذا تحول إلى عبء على الاستقرار والإحساس بالأمان، فبالتالي هنا بيتحول إلى تصنيف سيء له مغذيات كثير. وأنا هتكلم الآن بشكل سريع عن الدوافع أو المغذيات اللي هي بتساعد كثير كمان في التصنيفات الفكرية. طبعا أهمها ضعف الوازع الديني، أصبحنا بعيد عن الوسطية، ما بنستوعب الدين بالشكل الصحيح، البعد الثقافي وعدم وضوح الرؤية، الضبابية، أيضا حب الظهور لدى البعض بشكل مرضي، والتوجه لثقافة الانتشار وخالف تعرف. طبعا الشحن المذهبي اللي موجود والطبقي، وغذاه طبعا الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، وجعلت من ثقافة القطيع خلينا نقول شيء متفشي بين طبقات المجتمع، خصوصا في ظل ثقافة ونظرية أفكر المؤامرة. الأسرة طبعا، الخطبة الدينية مع الأسف اللي أحيانا من بعض الأئمة والمساجد، الإعلام طبعا كانت من أهم كمان المغذيات هذه في ظل غياب الرقابة الذاتية والمجتمعية والمعايير وبعض تفكك بعض الأسر.
طبعا لازم يتحول من ثقافة أنت تخالفني فأنت ضدي إلى ثقافة أنت تخالفني فأنت مرآتي للحقيقة. طبعا كرأي شخصي التصنيف واقع ثقافي، احنا لا نستطيع الفكاك منه الا بالتخلص من الفكر المعلب، وطبعا التنابز به حيكون شيء مرفوض جدا. ما هو منطقي ابدا انه احنا نبحث عن ارضية مستقرة نقف عليها جميعا الا اذا توحدت الاراء الاعتقادية والتشريعية، والاهم من ذا كله اذا توحدت المصادر. طبعا التصنيف اصبح مذهب، والضحية الكبرى لي حقيقة مع الأسف الإنسان أولا والمواطنة طبعا ثانيا، وعدم السيطرة طبعا عليه حيؤدي في الآخر إلى التحول من التصنيف إلى مرحلة مع الأسف الخوف من الوصول لها، وهي مرحلة الجراحات الدامية وظهور حالات من التشظي الدقيقة في داخل المجتمع. شكرا، سامحوني على الإطالة. شكرا دكتورة نوف. المهندس ريان سمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية أحب أشكر مركز الملك عبدالعزيز حوار وطني على أنه دعا مختلف الفئات ومختلف الأعمار ومختلف الأطراف في على هذه الطاولة. اسمحوا لي في طرحي أن أكون بعيد عن تنظير، لأن هناك العديد من الأكاديميين والعديد من المثقفين والعديد من الدكاترة اللي يستطيعوا أنهم يألفوا كتب ويلقوا محاضرات في قضية التصنيفات الفكرية وغيرها. لكن من حكم عملي البسيط خلال 10 سنوات الماضية مع مجموعة كبيرة من الشباب بحكم مجلس الشباب منطقة مكة للتنمية، كان عندي احتكاك كبير مع مختلف الفئات ومختلف الأفكار ومختلف الأصناف. فكان واحدة من أهم النقاط اللي موجودة عند الشباب إنه يحب إنه هم يضعوا الناس في قوالب معينة، هل هذا سني، هل هذا شيعي، هل هذا ليبرالي. هذه أهم المصنفات المختلفة اللي الشباب قدر الإمكان بيحاولوا إنه هم يصنفوا عشان يتعاملوا، فيكون دائما ردي وتعاملي معهم المباشر قبل ما تصنف أي أحد، أسأل نفسك الأسئلة التالية علشان تكون فعلا قبل ما تصنف جاوب على هذه الأسئلة. من أنا لأصنف؟ من الذي أصنفه فعلا؟ ولماذا أريد التصنيف؟ ماذا سأستفيد من هذا التصنيف؟ وكيف سأتعامل مع التصنيف هذا؟ وهل أنت أفضل ممن تصنف؟ وما هي مؤهلاتك التي تؤهلك لأن تصنف؟ إذا جاوبت على الأسئلة هذه فممكن وقتها أنك أنت تصنف أو تسمح لنفسك أنك أنت تقولب الناس وتضعهم في القوالب اللي أنت حاطة في بالك، خصوصا في الفترة الأخيرة قنوات التواصل الاجتماعي سواء كانت إنستغرام أو فيسبوك أو تويتر فتحت المجال للعديد وسهلت قضايا أو قضية التصنيف لمن يريد أن يصنف، فأصبحت سهلة جدا لأي أحد يريد التصنيف إنه هو يضع الناس في قوالب معينة ويحكم عليهم بطريقة أو بأخرى. ختاماً للكلمة التي أقولها، دع الخلق للخالق، هذا ما أريد أن أقوله. شكراً. شكراً مهندس ريان. دكتورة ابتسام بوغري. بسم الله الرحمن الرحيم. مداخلتي في المحور الأول لكن سأختصر. كما نعرف أن الله خلقنا لسبب واحد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومع ذلك قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فإذا كان الإيمان وهو سبب وجودنا في الحياة، قال الله لا نكره الناس عليه، فكيف نكره الناس على آرائنا وأفكارنا ونصنفهم بنا إذا اختلفوا معنا في مجال آخر أو في أي فكرة سواء دينية أو اجتماعية، إنهم من صنف معين ليبرالي أو جامي أو علماني أو إخواني. وطبعا في المجتمعات الغربية رغم أن التصنيف نجح إلى حد ما، ومع ذلك هناك قال الفيلسوف الدنماركي سورين كيرغار بمجرد تصنيفي فأنت تلغيني. فغالبا التصنيف يهدف إلى إلغاء الآخر وإقصائه، وليس التعامل معه كند أو كشخص موجود في المجتمع يتعامل معنا كإنسان موجود له رأي وله كيان كامل مثلنا. وقرأت مقالة لن أذكر كاتبها ولكن عجبني العنوان، عندما تتحول النخبة إلى غوغاء.
فكما رأى أن التصنيف أصبح ليس مجال لأنه يكون بين النخبة أنا أتهمك أنك علماني أو كذا، بس أصبح شتائم، وصل إلى أنه يشتم الآخر لأنه من صنف مختلف عنه، وكما نتهم البعض أنهم الشعب العام، ولكن المشكلة صارت بين النخبة أيضا. وشكرا لكم. شكرا دكتور ابتسام. دكتور سمير بن أحمد برقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحقيقة الجاي هنا ومن عارف هل شكلي حيصنفني ولا لا، لأنه حقيقة في تويتر والفيس يعني يمكن العمة ولا تطلق عليه بعض المصطلحات، ما علينا. أنا اللي همني أنه في بعض المصطلحات كان فيما سبق كلمة دلال. كمثال أذكر الإمام أحمد رضي الله عنه كان عنده تلميذ مريد صوفي، فلما يغيب عنه فيجي يمزح معاه يقول أين بت البارحة يا صوفي. كلمة دلال يعني كان لها معنى كبير. إحنا الآن تريد أن تتهم إنسان ممكن ترميه بعدة أوصاف غير ما تعرف شخصيته وغير ما تعرف تتعرض على فكره. السؤال، هل نحن على مفترق طرق؟ هل وحدتنا الوطنية في خطر؟ هل التصنيف السيء ظاهرة سيئة في مجتمعنا؟ من يقود هذا التصنيف؟ هل هم العقلاء؟ هل هم العلماء؟ هل هم أنصاف المتعلمين؟ هل التصنيف مطلوب مرغوب؟ هل إذا احترمتك أو ما احترمتك هذا يقود إلى تصنيفك؟ هذه أشياء حقيقة. هل وحدتنا الوطنية في لو قمنا بعملية التصنيف هل حينفرط العقد اللي بنوا أبائنا وأجدادنا في هذه الوحدة الوطنية؟ هل عقلاءنا أو علماءنا أو أدباءنا أو مفكريننا هم أساس المشكلة؟ بمعنى كمثال لو أخذنا معرض من المعارض اللي بيهتم بالسيرة النبوية، لما يأتي شخص ما يقول لك لا هذا المتحف أو هذا المعرض مدعاء إلى الشرك والكفر والضلال، لا شك الرعاة من حوله حيصدروا خلاص التصنيف والتوجيه وأصابع الاتهام، مع أنه الفكرة جميلة رائعة. الإنسان دائما إنسان عدو ما جهل، وإحنا مشكلتنا في عملية التصنيف أنه إحنا دائما نجهل الطرف الآخر. أنا عجبني كلمة التنوع. التنوع أنا سامحوني فقط التقريب، مكاوي مكي شافعي، مدرستي مدرسة مختلفة متنوعة، شيوخي أحناف ومالكية وحنابلة، درست في جامعة الإمام، درست في جامعة الحرمين. ما عندنا حقيقة هذا التصنيف الحاد بمعنى تجاه الطرف الآخر. أتمنى أن نخرج إحنا بنتيجة أنه نتجه إلى أدوات التواصل الاجتماعي والاستعراض الجميل اللي عرض في خلف الشاشة. هذا جميل، لكن إحنا نتمنى أنه هذا الحوار اللي هنا يخرج إلى الميدان، نخرج من هذه القاعة المغلقة إلى ساحة التواصل الاجتماعي. شكرا لكم. شكرا دكتور سمير. دكتور ابتسام القرني. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل مما يذكي جذوة التصنيفات تلميع الإعلام لبعض التيارات الفكرية، وفي المقابل جلد الرأي الآخر، التقليل من دور العلماء، ومن ثم يعني الشباب على حداثة سنهم وقلة علمهم وسهولة وصولهم للمعلومات عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي ربما تؤثر فيهم بعض الأفكار. مزايدات بعض الخطابات على الوطنية ما بين التجيير والاختطاف والإلغاء، تحزبات التصنيفات الفكرية. أرى أنه لمعالجة هذا الأمر إعادة القراءة لبعض الجوانب التاريخية في عوامل الوحدة الوطنية من قبل المتخصصين، وهذا أمر تتطلبه المرحلة الحالية أكثر من أي مرحلة سابقة. فينبغي الكتابة عن دور العلماء في عهد المؤسس الملك عبد العزيز لمعالجة هذا الأمر، فنحتاج إلى المزيد من القراءات والكشف التاريخي عن عوامل تأسيس الوطن السعودي وبنائه وعوامل وحدته الفكرية وأسس قوته السياسية المرتبطة بلا شك بالعقيدة. فالبيعة الشرعية السياسية التي قامت عليها الدولة السعودية الأولى وتوحد بها الكيان السعودي ينبغي
التركيز عليها، ولعل تأثير فتوى هيئة كبار العلماء الصادرة بتاريخ 1/4/32 للهجرة، وفيها أن هيئة كبار العلماء تستشعر نعمة اجتماع الكلمة على هدي من الكتاب والسنة في ظل قيادة حكيمة تدعو الجميع إلى بذل كل الأسباب التي تزيد من اللحمة وتوثق الألفة وتحذر من كل الأسباب التي تؤدي إلى ضد ذلك. وقد أكدت هذه الفتوى على وجوب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى، وتحذر من ضد ذلك من الجور والبغي وغمط الحق، كما تحذر من الارتباطات الفكرية والحزبية المنحرفة، لأن الأمة في هذه البلاد جماعة واحدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم. ولعل الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله في كلمته من موقعه الإداري والأمني في الدولة كما هو معروف، حين ألقى كلمة شكر فيها سماحة المفتي والعلماء والخطباء، أكد في هذا الخطاب سواء بالمنطوق أو بالمفهوم دور الخطاب الشرعي، إذ قال: لا يفوتني في هذا المقام أن أضيف إلى شكري لجميع المواطنين أن أشكر سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعلماء المملكة وأئمة المساجد وكل العقلاء من أبناء هذا الوطن، لقد ردوا بكل قوة وثقة بعد الله على الأشرار الذين يريدون بنا شرا، ولكننا ولله الحمد أمناء على هذا الوطن وكل مصالحه. شكرا دكتور ابتسام. الدكتور علي بن حمزة العمري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عندما نتحدث عن التصنيف الفكري فابتداء نحن نتحدث عن الأفكار، تردد القوى العاقلة في الإنسان. أنا يمكن أن أفكر اليوم بشيء وأغيره غدا، أتعاطف اليوم مع جهة أتعاطف غدا مع غيرها. بلادنا تتغير في أفكارها، تتغير في مشاركاتها مع القوى الدولية، مع حتى الجهات الداخلية. نتحدث عن تغيرات هائلة في مجتمعنا المعاصر، ليست هي فكرة واحدة، حتى المسميات ممكن تتغير تتلون حسب الأحداث والظروف. قوة عاقلة في الإنسان تتحرك، كما يعبر عن ذلك الإمام الغزالي عليه رحمة الله في تعريفه للفكر. القرآن الكريم علمنا أن الأفكار حركة إنسان، لطالما أنا موجود إذن أنا أفكر، أفكر بكل شيء، أنتمي أو لا أنتمي، أغير رأيتي لا أغيرها، أمور مفتوحة، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها واقعيا. قمت بتجربة ودراسة في كلمة الحوار في القرآن الكريم عن كلمة قال، 47 اشتقاق في أصل قال، قلتم، قيل، قلنا، ما يحتويه أو ما تحتويه كلمة القول في القرآن الكريم. الإحصائية 1772 آية قرآنية عن الحوار، عن القول. التجربة الإعجازية في كلام الله عز وجل، ونشرت هذا في كتاب آفاق الحرية، القرآن نصفه كلام الله في كلمة القول، أنا أتكلم الحوار، نصفه عن الله والملائكة والأنبياء والرسل، والنصف الثاني تماماً بالقرآن أفكار الكافرين والشياطين. بل وجدت أن القرآن خلد هذه الكلمات، القرآن أعطاها مساحة للحوار والتعبير وغلفها بالأسلوب البياني، القرآن لم يهمش، لم يضعف، لم يصور لك الطرف الآخر الذي يعرض أفكاره بجانب سلبي. إذن هذه الأفكار يجب أن نتعامل معها. وهناك خطأ سمعته قبل قليل في آية ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك، أن الذين يرحمهم الله والذين لا يختلفون، كلام باطل. الذين مقصود الآية الكريمة الذين يدخلون في مسألة الهدى والضلال بمعنى الإسلام والكفر، هؤلاء إلا ما رحم ربك، أما الاختلاف هذا أمر طبيعي بل واجب. ولذلك قولي هنا أن التصنيف الفكري يجب أن نتعامل معه الآن برقي، كيف نقدم له مشروعات، مدارس، معالجات، محاورات، محاولة لإعطاء مساحة للناس تعبر عن آرائها وأفكارها وتعاطفاتها. بالنقطة الثانية وهي الأسباب أو الدوافع، دافع سياسي ومعالجته هو أن نعطي التجارب الأخرى في العالم، دافع ديني وأن نقول نتحاور ونتحدث فيما بيننا. فإذا خرجنا عن ثوابت الشريعة الإسلامية حينئذ يمكن أن نقول للطرف الآخر أنت محاسب. والأمر الآخر ألا وهو الوطني، فنقول كل من خرج عن الوطني بأمور محددة بشيء فيه سلاح أو بشيء فيه إقصاء للطرف الآخر فهناك القضاء العادل الذي ينصف الجميع، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على محمد. شكرا دكتور علي. دكتورة وفاء علي الحمدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا في المداخلة الأولى طرحت سؤال، ويبدو أنه هذا السؤال سوف يفتح مجال الآن إلى
أيضا سؤال آخر كان من ضمن الأسئلة، من الذي يملك حق التصنيف؟ وأيضا وما مرجعية هذا التصنيف ومعياره؟ يبدو هذا المحور الثاني أنه يعطي التصنيف كالكلأ المشاع، الكل حق أن يصنف، بدليل المحور عنوان بدوافع التصنيفات الفكرية ومحركاتها. فإذا أردت أن أصنف فالآن يأتي مقياس للدوافع، مع أني أنا أحببت أني أعدل في المحور طبعا تعديل بسيط، دوافع التواصل الفكري إنجاز التعبير. يعني الآن نحن نريد أن نخرج من دائرة التصنيف اللي أعتقد أكثرنا 99% وفاصلة اتفقنا أننا يمكن ننبذ فكرة التصنيف أن نصنف، لكن أن نتنوع كما يمكن سمعنا من الكثير من الأخوات، نتفق على هذا لأن هذا حكم الله فينا، لكن من منطلق أننا إذا أردنا أن نصنف أو أردنا أن نوقع على أشخاص فلا ندخل في باب التصنيف بقدر ما هو باب التواصل، نوصي بعضنا بعضا على اعتبار أنه الدين النصيحة. من هذا المنطلق ممكن أن أتكلم في هذه النقطة، إذا اتفقنا على أن التصنيف ممكن أن يمارس أي شخص، لكن يمارس بحدود صفات الفرقة الناجية كما ذكرت في سورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن المسلمات الشرعية والثوابت المرعية في ديننا التي لا تقبل النقد أبداً أن كشف وبيان حال أهل الأهواء والبدع والفكر المنحل المخالف للكتاب والسنة سنة ماضية في حياة الأمة، ولكن بضابط ارتكازها على شرطي العلم الصحيح والمقصد السليم. وهذا من تمام وكمال النصح لله ولرسوله وأمة المسلمين وعامتهم. ومتى ما حرك المصنف إنجاز التعبير، نسميه المصنف، ما زلت في تحسس من هذا المصطلح، لكن أقول إنجاز التعبير أننا نقول هذا المصنف الذي حركه هذا الدافع، دافع النصح لله ولرسوله ولعامة المسلمين، نقول فبورك فيه وبه من تصنيف يؤول إلى مآل حميد ينعم به الفرد والجماعة والوطن بالخير. أما من حركه تصنيفه لعباد الله، وهذا لا أسمي تواصي، هذا نسمي تصنيف، الذي حركه تصنيفه لعباد الله باعث التشهير والتنفير والحسد الدفين وركام من الأوهام والظنون الفاسدة وتصيد الزلات والعثرات حتى غزت المقاصد والنيات ودخلت ما في الصدور، ومن ثم تصنيفها تصنيفا دينيا لا دينيا، فهذا قد خاب وخسر من كان هذا دافعه وحاطت به خطيئة تصنيفه وتحمل أوزار من سعى في نشرها وإذاعتها. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا دكتورة وفاء. المهندس حلمي نتو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أولا شكرا لاستضافتي بين نخبة المفكرين والمثقفين، وأعذر ضحالة فكري وضعف تعبيري. سمعت في حياتي تصنيفات كثيرة مثل ليبرالي، إسلامي، رأسمالي، إخواني، إمامي، وحتى سمعت سروري، تنويري، سلفي علمي وسلفي جهادي وغيره، وأجهل فهم هذه التصنيفات ومعانيها وكيفية تلقيب الناس بها. معرفة الداء نصف الدواء، عرفنا الداء ولكني لا أعرف الدواء، ولكني أعرف قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأبدأ بنفسي بعدم تصنيفي لنفسي. وأخيرا أشكر مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وأتمنى أن أصنف وطني، وشكرا. شكرا المهندس حلمي. الدكتورة فاطمة القاسم. دكتورة فاطمة الياس، ممكن معروفة أكثر بهذا الاسم. دوافع التصنيفات الفكرية، في رأيي أن الميل لتصنيف الآخر المختلف متجذر في الطبيعة الإنسانية بهدف التعرف على الآخر وبسبب التوجس من الغريب الطارئ، وكان من السهل تصنيف الطوائف المختلفة حسب شكلها أو لبسها أو لهجتها دون نوايا سيئة. لكن مع تطور المجتمعات وبروز نخب فكرية تنتمي لمختلف التيارات، أصبح تصنيف الآخر فكريا منهجا وديدنا لبعض قادة هذه التحزبات والتيارات بغرض تمييزها وإقصائها وتحذير أتباعهم من البسطاء منها. وظهر ذلك أكثر ما ظهر في بداية الصحوة حين قسم المجتمع إلى متشددين، إلى ملتزمين دينيا، بعضهم متشددين ولا أقول الجميع، ينظرون بدونية إلى الوسطيين
وحين بدأ بعضهم ولا أقول جميعهم بمحاربة ظواهر كثيرة في المجتمع تعود عليها البسطاء من الناس مثل التصوير والغناء، التصوير الذي أصبح مباحاً الآن وغيرها، رغم الخلاف الفقهي حولها، بدأوا بتصنيف كل من لا يخضع لطروحاتهم أو اشتراطاتهم الشكلية في اللبس والمظهر ليوصموا هؤلاء البسطاء بالانفلات أو الانحلال. وبلغ هذا التوتر أشده وأوجه في بداية الثمانينات لإقصاء رموز الحداثة الأدبية من أدباء ونقاد وتضخيم خطرهم وتحذير الناس منهم، حيث كانت كلمة حداثي وصمة آنذاك. وتطور الأمر ليصنف بعد ذلك بالليبراليين والعلمانيين لحد الانتقاص من دينهم، لدرجة أن بعضهم استغرب من وجود أحد رموز الحداثة في المسجد يصلي لتأليب المجتمع ضدهم، رغم أن الليبرالية مثلا هو احترام حرية الفرد ورأيه وتقبل الآخر المختلف. وهنا تكمن المشكلة في هذه التصنيفات، دوافعها غير النبيلة وعدم فهم هؤلاء الذين يصنفون، عدم فهمهم لهذه المفاهيم وجذورها الفلسفية والفكرية. أما الآفة الكبرى فهي الغلو والتطرف لكل من ينتمي لهذه التيارات، لدرجة التشدد بدافع الالتزام أو الانفلات بدافع الحرية، وكلاهما منبوذان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شكرا دكتورة فاطمة الياس. دكتور نوح بن يحيى الشهري، إن شاء الله أسماء أنبياء معنا. شكرا لك معنا الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المحور يتحدث عن الدوافع وعن العلاج، كيف نتعاطى. فيبدو أننا ربما يعني أسهبنا كثيرا في الدوافع، ونحن بحاجة إلى النقاش والحوار حول تعاطي مع هذه القضية. لكن إشارة إلى الدوافع، تقسيم الدوافع وتصنيفها يختلف من شخص لآخر ومن زاوية نظر إلى أخرى. قد تكون خارجية، قد تكون داخلية كما ذكر، قد تكون تلبيس للحق، قد تكون توضيح للحق، قد تكون صحيحة، قد تكون غير صحيحة. المهم ماذا وراء الخلل في هذه الدوافع، وأنا أركز على ما يمكن أن نقول وراء تلبيس الحق، لأن توضيح الحق لا يختلف فيه اثنان في أنه أساس وأصل في ديننا وفي عملنا. تلبيس الحق وراءه عدة دوافع، منها ضعف الوازع الديني، منها الجهل بالمفاهيم العامة والقضايا الكلية. فتجدنا نحن في بعض الأحيان يختلف الناس حول مثلا مفهوم الليبرالية أو مفهوم الوطنية أو مفهوم التشدد، ثم يصطنعون بعد ذلك تصنيفا بناء على خلل في الفهم وخلل في يعني هذا الموضوع. التعامل مع القضايا وربطها بالشخصيات، هذه قضية كبيرة وجدلية، وذكرت إحدى الأخوات التفريق بين نقد الذات ونقد السلوك أو نقد الشخص. كذلك تطبيقات الحرية السلبي وما يقابله من المسؤولية والالتزام. كذلك الإعلام، يعني ربما لو نظرنا إلى الحركة التصنيف في التاريخ في بلادنا لوجدنا ربما قبل 30 سنة أو 20 سنة ربما تكون قليلة أو ضعيفة أو غير منتشرة مثل ما هي اليوم بسبب الإعلام وبسبب يعني انتشاره. المهم هو كيف نتعاطى مع هذا التصنيف، وكيف يمكن أن نبني كلامنا على شيء من الواقع وعلى شيء من الدراسات، لا أقول الأكاديمية العلمية البحتة، وإنما الدراسات الميدانية، قياس الرأي العام بكل حيادية وموضوعية يفيدنا ويشرح لنا هل هذا الموضوع أو هل هذا التصنيف هو ظاهرة عامة في المجتمع أم أنه قضية النخب وهو شغلهم الشاغل فقط. ماذا وراء هذا التصنيف عندما تجرى هذه الدراسات؟ وأتمنى مركز الحوار أن يجري مثل هذه الدراسات الاستطلاعية في الواقع ليبحث عن الأسباب الحقيقية وليست الأسباب ربما الظاهرية أو المظاهر والأعراض. كذلك من الأشياء التي يمكن أن نستفيد منها في العلاج التنشئة الاجتماعية والتربية والتعليم على القيم والمهارات، مثل ما ذكرت الأخت في قبل قليل عن حول العدل والإنصاف. ونتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم نسألك قول الحق في الرضا والغضب. ففي الغالب يحصل الخلل وضعف الإنصاف والعدل في الرضا الكبير والإطراء الكبير أو في الغضب الكبير. وأخيرا إتاحة المجال وضبط مسؤولية الكلمة من العلاج المناسب في مثل هذا الموضوع. شكرا دكتور نوح. الأستاذة رانيا سليمان سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالحديث عن الدوافع اللي بنتكلم، أنا أتوقع عن التصنيفات السلبية وعن استخدام التصنيفات للانتقاص من الآخرين.
كل ما يحدث اليوم في هذه القاعة ظاهرة صحية، إن ندر على الأقل أصبحنا نسمع بعض ونسمع اختلافاتنا ونتقبلها أو لا نتقبلها، لكن في نهاية الأمر الصوت راح. أوكي. لكن إذا كنا ننظر إلى تعميم هذه الفائدة وإلى أنه نجد المجتمع بشكل عام بدأ يتقبل مختلف الآراء والاختلافات اللي موجودة فيه كتنوع صحي، لابد أننا نتحدث عن المدرسة، ولابد أنها تبدأ عملية يعني نشر ثقافة ما هي الاختلافات اللي ممكن تواجهها فكريا، ما هي المدارس الفكرية الموجودة، ما هي الأمور هذه كلها، وتواجهها وتناقشها، وليس فقط عبارة عن درس يقول يجب أن تحترم الآخر لأني ما أفهم منه شيء، لابد أن تكون في ممارسة عملية. هذا الشيء. الشيء الآخر برضو اللي بيستخدم التصنيف بشكل سلبي غالبا هو شخص ضعيف الشخصية ولا يملك حجة، فبالتالي بيجيب من الآخر، يعني بدل ما أقعد أتناقش معاك عشان أشوف مين يصل فينا في أنه صح في نهاية الأمر، فأنا أجيبها من الآخر وأضع تاج ولا أضع عليك تصنيف معين عشان ما تكمل كلامك وعشان أثبت أنه هذه هي نهاية الكلام. الأخطر عندما يكون هذا الشخص الذي يمارس هذه الممارسات من النخب أو من الأشخاص اللي لهم أتباع كثيرين، وغالبا هؤلاء الأتباع تبعوه بغير علم ولكن وجدوا أنه مشهور أو معروف أو قد يكون الغالبية يقول أنه على 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 صواب، فبالتالي أتبعه وما يقوله سأفعل مثله، وأنا ليس لدي خلفية علمية ولا خلفية، شخصيتي ما زالت ضعيفة ولم تؤهل بشكل كافي، فبالتالي ما عندي القدرة على التفكير. الفكر أو العلم اللي هو المفروض يكون ضالتنا، والتفكير والنقاش والمحاججة شيء يبدأ من المدارس. أخطر نقطة أنا سمعتها اليوم وما كانت واردة عندي وما فكرت فيها قبل كده، هو أنه ممكن التصنيف يعتقد أحد أنه يعطيه الحق بأنه يأخذ امتيازات أكثر، فبالتالي نفتح مدرسة لصناعة المنافقين. إذا قلنا أنه في فئة ما من مدرسة فكرية ما أو لها توجه معين تصبح هي الطاغية وتستحق أنها تأخذ صلاحيات أكبر ومميزات أكبر، فبالتالي يتحول المجتمع اللي يبغى يأخذ صلاحيات ينتمي لهذه الفئة حتى لو لا يؤمن بإيمانها ويأخذ صلاحيات، وهنا نبدأ في عملية تفريخ المنافقين، وهذه خطيرة جدا، لا أتمنى أن نوصل لهذه المرحلة بإذن الله. شكرا. شكرا أستاذ ران. الدكتور مشهور بن حاتم الحارثي. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر مركز الملك عبد العزيز على الدعوة والتنظيم والترتيب، وليسمح لي رجاله بأن أبدأ بملاحظة، وهو أن هناك بعض المحاور الرئيسة والمهمة المتعلقة بموضوعنا والتي نوقشت في جلسة الرياض ولم تناقش هنا، وللأسف أكثر الموجودين لم يشاركوا في تلك الجلسة، وهذا يجعل في ظني نقاشنا مبتورا مجتزئا. فكيف نتحدث مثلا عن التصنيف الإيجابي والتصنيف السلبي ودوافع التصنيف الفكري ونحن مثلا لم نحرر معنى ومفهوم التصنيف؟ وهذا أمر أشار إليه الأستاذ ياسر المطرفي والدكتور فهد مرداد والدكتور يوسف الغامدي وغيرهم من الفضلاء. في نظري كمحاولة لتحديد مفهوم التصنيف المذموم، أقول هو إلزام الفرد بوصف معين من غير دليل أو برهان. إلزام الفرد بوصف معين من غير دليل أو برهان. من يصرح أيها الكرام بانتمائه لطيف فكري من الأطياف فهذا شأنه، وعليه إذا كان يتفاخر بهذا الطيف أن يستجمع مواصفات ذلك الطيف. التصنيف المذموم هو إلزام فرد بوصف معين من غير علم أو برهان، وهذا يسوقنا إلى أن التصنيف لا بد له من شرطين مهمين. أولا العلم والدراية، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة القريبة منا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا الشرط الأول، العلم والدراية. والشرط الثاني العدل والإنصاف في التصنيف حتى يكون إيجابيا. الله تبارك وتعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا، والله تبارك وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يزم لسانه بزمام التقوى، وأن يربط على قلبه برباط الورع وحسن الظن بالمسلمين، وأن لا يعجل على أحد بأمر حتى تقوم بينته وتنقطع معذرته.
وتزال شبهته، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل على محمد. دكتور شكرا دكتور مشهور، والظاهر ان ابو عبد الرحمن الليله بيعطينا واجب هوم ورك علشان بكره، لانه يتعلق هذا بجلسه الرياض والجلسات التي قبلها، ويطالبنا بحل الواجب من الغد ان شاء الله. الدكتوره فايزه الكتاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. المحور دوافع التصنيفات الفكرية ومحركاتها من شقين، وأعود تاني للمصطلح تصنيفات الفكرية، ترتبط بالفكر وتصنيفه أو تنوعه، لأنه مدلول الكلمة يكون مختلف. إذا قلنا التنوع الفكري أو التصنيف الفكري، التصنيف الفكري حتمي وإيجابي، لكن ارتباطه بالتصنيفات العقائدية والشرعية والاستنقاص، هذا في حد ذاته طبعا يكون سلبي. دوافع التصنيفات الفكرية أسبابها، الدوافع تأتي من الاختلاف في الثقافات التي تؤدي إلى حتمية التعدد الفكري، وسنقول كيف وردت تلك الثقافات في المجتمع الواحد. كانت من الانصهار الاجتماعي بالزواج والتناسب، فتعدد الثقافات يولد التعددية في الفكر، وتتكون هنالك القناعات والآراء والتطبيقات التي تكون فكر الإنسان. وبعد ذلك يأتي الجزء الآخر من المحور، وهو التحركات. تصبح هذه القناعات جزء من الفرد، وبعد ذلك في الجماعة، وبعد ذلك يأتي دور المحركات بالمقارنة والمفاضلة، ثم بعد ذلك الدعم للفئة أو للجماعة بالتفضيل، بوضع معايير إلى أن يتم وضع إطارات عامة وهمية لكل جماعة أو فئة. وبعد ذلك إذا لم تعمم هذه المعايير، إذا لم تطبق وتفرض، يأتي التصنيف المرذول السلبي. لكن التصنيفات الفكرية سبحان الله تكون فردية، وردت في القرآن الكريم في دراسة أجريتها على أنواع العمليات الذهنية في الفكر، ومرتبطة سبحان باللفظة الفكرية والسياق في الآيات. يعني سبحان الله ورد في القرآن ولا يوجد ترادف في القرآن، وردت لفظة يتفكرون ويعقلون ويتدبرون ويفقهون ويتذكرون، وهذه عمليات ذهنية مختلفة سبحان الله للفرد الواحد، وكلها عمليات تؤدي إلى نتائج إيجابية. ووردت أيضا عمليتين ذهنية فكرية لكنها إلى نتائج سلبية، وهي الكيد، يكيدون ويمكرون، لأنها أيضا هذه العمليتين تحصل في الذهن. فهذه كلها استحثاث للعمل بالفكر ليعمل بتذوق مختلف في أكثر من قضية. لذلك لما نقول التصنيفات الفكرية سبحان الله، نجدنا يعني حتى في التصنيفات في المجتمع، المجتمعات اللي نعتبرها متقدمة مثلا في التقنية أو في شكرا دكتورة فايزة. الأستاذ عمر المضواحي. السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة عندي ثلاثة يعني نقاط أحاول أن أركز عليها، مع ملاحظة على ما سمعته قبل خلال الجلسة الأولى والجلسة الثانية، وأن هناك فيما بدا لي أن هناك شبه أجندة متفق عليها بين عدد من الأسماء، خصوصا الأكاديميين الذين شرفونا ب طروحاتهم هذه اليوم، وإصرارهم على جعل المكون الديني هو المرجعية الرئيسية، مع إلغاء كامل للمكون الوطني الذي يضمنا جميعا، خصوصا وأننا جميعا ها هنا مسلمون، مؤمنون، سعوديون، وطنيون، كلنا ننطلق من نفس الثقافة، من نفس المجتمع، من نفس على العكس من ذلك مجتمعنا الأصل فيه تسامح، كل مدننا كانت تضم كل الألوان والقبائل والشعوب، سواء إن صعد أهل الوادي إلى الجبل أو نزل أهل الوادي إلى الجبل، فكان دائما ديدننا هو التسامح والقبول والتعايش مع الآخر واحترامه. علينا أن نتساءل،
من هؤلاء الذين دفعوا بنا إلى التصنيف؟ من هؤلاء الذين خرجوا إلينا بهذا التصنيف ووصمنا بأشياء لا نعرفها كثيرا؟ مكة والمدينة المنورة هي خلاصة التسامح الديني. أنا أذكر في عام 2004-2003 قطيت المؤتمر الحوار الثاني لمركز الملك عبدالعزيز، كنت أيامها مديرا لمركز الشرق الأوسط جريدة الشرق الأوسط في مكة المكرمة. كان الموضوع هو حوار حول المذاهب الإسلامية في فندق متروبليان، ما أعرف إيش اسمه الآن، لا أذكر، أيوة. وكان الجميع حاضرين ومتفقين على أن هناك نوع من التسامح والتوافق واكتشاف الآخر، وأنه والله نحن جميعا فعلا جزء واحد وشكل واحد وأشخاص واحد. ماذا حدث من 2003 إلى 2014؟ أين تقدمنا ثم أين تراجعنا؟ أعيد، من هو هؤلاء الذين يؤشرون دائما إلى تصنيفنا على أساس ديني ويلغون وطنيتنا؟ الوطن الوطن الوطن. لابد أن نؤمن بأن كلنا مسلمون، ليس هناك مسيحي واحد أو كافر واحد مسجل تحت جنسية المملكة العربية السعودية. الأخطر، علينا أن نراجع مؤسساتنا التعليمية والأكاديمية التي تصنف الناس وتعبئهم وتخرج لنا جيلا جديدا سوف يقودنا إلى مزيد من التصنيف ومزيد من الصراع. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ عمر. أستاذ رانيا عبد العزيز زاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تحدثنا عن الجانب السلبي في التصنيف، يتبادر إلى ذهني محرك هام هو الهوية الثقافية. وكما ذكرت أستاذ عمر، هويتنا الثقافية، ما هي الهوية الثقافية في المجتمع السعودي؟ ما مدى وضوحها في أذهان أجيال الشباب والأطفال والكبار؟ على المستوى الفكري سنجيب أن هويتنا الثقافية هوية إسلامية 100%، ولكن إن الهوية الإسلامية بمفهومها الصحيح هي هوية إيجابية متكاملة مرنة صالحة لكل زمان ومكان. على المستوى التطبيقي نجد أن هناك فجوة بين الفكر والتطبيق، والأمثلة كثيرة. خلينا نورد مثال بسيط. القرآن الكريم دعا للحوار وذم من يرفضه وينأى عنه، وجميعنا يعلم مدى أهمية مفهوم الحوار في القرآن الكريم، وقد أشار الدكتور علي العمري إلى ذلك. ولكن على مستوى التطبيق نجد أن هناك غياب كبير في الإلمام بمفهوم ثقافة الحوار فضلا عن تطبيقها. فهل حقا نحن نطبق فكرنا القرآني، أم أن شريحة كبيرة منا تخضع لعادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان؟ قد تكون هذه العادات والتقاليد هدامة ومدمرة تذكي جذوة الإقصاء والخلاف، أو كما قال دريد: هل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. باختصار، الفجوة الواضحة بين الحكم الأخلاقي والفعل الأخلاقي في هويتنا الإسلامية قد تحتاج إلى إعادة نظر. وشكرا. شكرا أستاذ رانيا. دكتور حسن الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة ثانية أيها الإخوة الكرام، لم ينعقد هذا الاجتماع إلا لمعالجة مشكلة تتعلق بالتصنيفات، أي أن التصنيف لو كان المقصود به الظاهرة الإيجابية لم ينعقد كما أشارت إحدى الأخوات. وهناك جانب لم أجد من أشار إليه في الدوافع والمحركات، وهو تعقيدات الواقع من حولنا، الواقع الذي أفرز أحداثا لم نكن قادرين على التعامل معها، أي أنها كانت أسرع من وتيرتنا في التفكير، أكبر من طاقاتنا وقدراتنا، جعلت الناس، وهذا أمر اجتماعي، كلما حدثت هناك تغيرات أسرع من وتيرة الحركة العادية في المجتمع يكون هناك شطط في التفكير، يكون هناك نوع من الغلو في جانب ونوع من التساهل في جانب آخر، وهنا تكون هذه بيئة خصبة للتصنيفات. ولذلك أقول في محور دوافع ومحركات التصنيفات هي هذا الواقع المتغير الذي هو أكبر من قدراتنا. وفي ظني أن من الواقعية أن نتعامل مع هذه المتغيرات الكبيرة
بقدر من التعقل، وألا نسرع في الاستجابة إلى إصدار الأحكام بناء على هذا الشطط في الغلو أو في التفريط. من جانب آخر، هذه المتغيرات في الواقع أنتجت نوعا من الآراء والفتاوى والمواقف، ربما كان بعضها حديا في جانب وبعضها أيضا جافيا في جانب آخر، وهذا باعد من الهوة بين الأطراف، وظن بعض فئات المجتمع أن الطرف الآخر لا يفهمه أو لا يستوعبه. والواقع أن دوران العجلة بسرعة والأحداث المتوالية، لا أقول في بلادنا التي هي بحمد الله مستقرة، لكن فيما حولنا من البلدان والقرى، ولذلك فإن العلاج للتصنيفات ينبغي أن يستدعي الحالة الإقليمية والحالة الإسلامية والحالة الدولية، من أجل أن ننظر في تداخل المحلي بالإقليمي بالأجنبي، تداخل الرأي المحترم الرأي الصادق بالرأي المغرض، من أجل أن نفرز حتى نقول إن هذا خطأ يحتمل ونعالجه، وهذه جناية وهذا قصد سيء فنستبعده، وبالتالي نتعامل مع من حولنا بأكبر قدر من حسن الظن، حتى لا نسمح بانفراج أكثر بسبب ربما بؤرة صغيرة. شكرا دكتور حسن. الدكتورة أسماء سليمان السويلم. السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة أؤكد ما ذكر سابقا وما زلنا نتحدث، من ضرورة تحديد معنى التصنيف الفكري وضبط مصطلح التنوع الفكري أو الاختلافات الفكرية. نحتاج بقوة إلى ضبط هذه المصطلحات لنستطيع أن ننطلق بعدها إلى بقية المحاور، ونحفظ أيضا هذه المصطلحات التي الآن تشيع في هذا الزمن للأجيال القادمة. يأتي أجيال لا يفهمون ما معنى التصنيف الفكري الذي نتداوله الآن، الذي نحن إلى الآن لسنا متفقين فيه ونحن موجودين يعني معا في مجلس واحد. أمر آخر، هل الشعب المواطن السعودي العادي يهتم أو يعنيه موضوع التصنيفات الفكرية؟ إذا أراد الآن المواطن العادي الذي يبحث عن سكن ويستميت لتملك سكن يؤويه هو وعائلته، إن أراد أن ينجز معاملة في دائرة حكومية أو غير حكومية، هل يعنيه الفكر الذي يعني ينتمي إليه هذا الشخص الذي أمامه أو هذا الموظف الذي أمامه؟ قطعاً أتوقع لا، وإنما يعنيه الأمانة، الإخلاص في هذا العمل، إنجازه بأقدر قدر من الاحترافية والمهارة والأمانة والإخلاص فيه. أيضا حينما نتحدث عن التصنيفات الفكرية أو دوافع التصنيفات، السؤال عند من؟ هو عند المصنف كشخص أو التصنيف كسلوك اجتماعي؟ حقيقة الاختلافات موجودة والتصنيفات موجودة كما قلنا من بداية التاريخ الإسلامي، وهي سلوك اجتماعي، بل نقول ظاهرة اجتماعية في كل الأمم وكل الديانات لو استعرضناها، وليس موضع استعراضها، لوجدنا وجود التصنيفات الفكرية والاختلافات الفكرية موجودة عند كل الديانات والطوائف في على مر تاريخ البشرية، الذي يحتاج بحق تثقيف المجتمع لكيفية التعامل مع هذه التصنيفات، متى يستعملها ولماذا. دخلت علي مجموعة من الجارات في أول زيارة لي، ولما علموا أني أكاديمية وأدرس في الجامعة بدأوا يسألونني ما رأيك بفلان وما رأيك بعلان، فوجئت حقيقة من هذا يعني السؤال المباشر في أول زيارة، في زيارة اجتماعية يبدأون يعني هذه الأسئلة تطرح، السؤال لماذا يتداولون، وقد يكون دافع عند عوام الناس أنه موضة أو أنه علامة على الثقافة، يعني وهذا مؤشر خطير أن يكون هذا هو العلامة، وهذا عند عوام الناس أن يكون دليل على الثقافة أو على الوعي الاجتماعي أو ما إلى ذلك. من هنا تبرز حقيقة مسؤولية النخب، مسؤولية المربين في نشر الثقافة الإسلامية وتعزيز الهوية الوطنية، لأن بدونهما يتخبط الجيل في التصنيفات الفكرية. ضرورة التربية على التفكير الناقد، تربية النشء على خطورة الحكم على الآخرين، المسلم له حقوقه، الديوان الذي لا يغادر الله عز وجل منه شيئا يوم القيامة، ظلم الإنسان للآخرين، وهذا شيء شديد حينما يربى الجيل على ذلك، توقع بإذن الله تعالى لن تكون هناك إشكالية، وسيكون الاختلاف كما قلنا سنة الربانية موجودة، سنعرف كيف نتعامل معها بإيجابية. شكرا دكتور أسماء. أستاذ خضر بن سند الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هذا المحور يتكلم عن دوافع التصنيف
الفكري وليس عن يعني السلبية والإيجابية التي تجاوزناها. نحن نتكلم عن الدوافع، ما الذي جعل الناس يصنفون؟ لا شك أنه نحن جزء من العالم ونرى ونشاهد ما الذي يحصل في العالم. العالم مليء بالأحزاب والأفكار والتكتلات والتجمعات، سواء كانت أفكار سياسية وأفكار يعني منبنية على يعني فلسفات معينة أو أفكار دينية أو غير ذلك. في التصنيف يعني أعتقد يعني موجود دوافعه لأنه موجود، لكن هذه الدوافع ربما نقول أن هناك أسباب تدفع للتصنيف السيء، أما يكون للغمز أو لللمز يعني كما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده وغير ذلك. يعني إنسان يرمي إنسان تهمة ليخرج هو من تبعات كثيرة، واللي يجعل المجتمع ينظر إليه على أنه يعني شخص يعني في نوع من العيب. عندنا استخدام المصطلحات للتخويف، نحن كما نتحدث عن التصنيفات كافر ومؤمن يجب ألا ننسى الصحافة والإعلام. الصحافة والإعلام عندنا لو أحصينا عدد الكاركتيرات التي تصور العلماء والمشايخ والدعاة لخرجنا بكم كبير جدا. هناك تصنيف يعني أصبح علماءنا دعاتنا اللي هم واجهة البلد أصبحوا يصورون، يسخر منهم، يصنفون هذا ينتمي للتيار الفلاني وهذا ينتمي للمكان الفلاني. لو نظرنا نحن أيضا كلمات تمرر أصولي إرهابي كذا وكذا، هذا شيء واقع. لا نتوقع، يجب أن لا نتوقع أن الطرف المتدين وهو الأصل في الناس، الأصل في الشعب، الدين والإسلام والخير والصلاح، لا نتوقع أن يرون هذا الهجوم على الإسلام أو الرموز الدينية مهما كنا يعني أحيانا يعني ترى فيها خلل وقصور، لأن الخلل والقصور طبيعة النفس البشرية. لا تتوقع أن يرون هذا ثم يقولون صحافتنا أو إعلامنا أنه ما شاء الله من إعلام وصحافة يعني الصحابة والتابعين. لابد أن يكون لهم موقف وردة فعل، وحينئذ سيظهر التصنيف المعادي الذي أنت لا تتمناه. سيبدأ الناس يقولون قالت السوء. عندنا يجب أن لا نغفل قضية أن هناك من التصنيف ما يكون هدفه التزلف والتقرب للأنظمة، للأماكن، للمناصب. وإنسان يصنف ليش؟ يريد أن يتقرب بتقرير بوسيلة معينة. عندنا أيضا لا يوجد لدينا مؤسسات، ويجب أن نعترف لا يوجد عندنا مؤسسات تمتص هذه الأفكار، تمتص هذه التوجهات. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأستسمحكم إذا كنت يعني شكرا. شكرا أستاذ خضر. الدكتورة فوزية باشطح. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتقدم بالشكر لمركز الملك عبد العزيز للحوار على اختياره لمثل هذا الموضوع الذي يعالج ظاهرة اجتماعية وثقافية لها إيجابياتها وسلبياتها، ولا يمكن مواجهة سلبياتها إلا بمناقشتها والتحاور فيها. في نظري مهم أن نتناول التصنيف الفكري بشكله المجرد لارتباطه بحرية الفكر، بمعنى لا يمكن أن أقر سلبيته بالمطلق أو إيجابيته بالمطلق، لا سيما وأنه يرتبط في أصله بمهارة عقلية الدافع الحقيقي لها هي زيادة المعرفة. لذلك إذا عتنا السؤال ما المحرك للتصنيف الفكري، سيكون الرد من وجهة نظري الانفتاح على العالم. فلا تتعدد التيارات الفكرية إلا في المجتمعات المفتوحة، وتجربة الدولة الإسلامية في بداية نشأتها بعد انتهاء عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين خير دليل على ذلك، وما كثرت التصنيفات إلا باتساع الدولة، وذلك بدافع معرفي لكل ما لم نعرفه ما لم يعرفه. لذلك من وجهة نظري يرتبط التصنيف الفكري إذا عدناه لأصله بمسألة مهمة جدا ومطلب شرعي، وهي قبول الآخر. هذا إذا حررنا التصنيف عن التمييز، وأعتقد هناك خلط كبير بين التصنيف والتمييز. فمن الطبيعي، وإذا ما انتقلنا بالفكرة إلى أرض الواقع، يظل في رأيي للحد من سلبيات هذا التصنيف علينا الاهتمام بأكثر من نقطة. النقطة الأولى هو رفع الوعي بمفهوم الوحدة الوطنية. النقطة الثانية وضع قانون رادع للحد من إساءة استخدام التصنيف ضد الآخرين بدون إثبات. لننتقل وبعدها لننتقل أيضا إلى نقطة مهمة جدا لتفعيل إيجابيات التصنيف أيضا من خلال مجموعة من النقاط. من أهم النقاط للتفعيل الجانب الإيجابي للتصنيف هو تصحيح الصورة النمطية التي لا ترى التصنيف إلا مدعاة للفرقة والانقسام. هناك صورة نمطية تعزز هذه الفكرة.
النقطة الثانية لتفعيل إيجابية التصنيف في رأي التصنيفات الفكرية هي أمر طبيعي، هو البعد عن التطرف في التنظير لفكرة الوحدة ذات اللون الواحد لأنها مغايرة لطبيعة التعايش الإنساني، حيث نجد الكثير من المفكرين والمثقفين ينظرون أو ينظرون لهذا الأسلوب بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لطروحاتهم التي تنطلق من افتراض غير منطقي قائم على فكرة أن جميع الفئات وشرائح المجتمع لابد أن تنصهر في جماعة واحدة وتلغي كافة التنوعات والفروقات الطبيعية، وهذا مناقض للطبيعة ومنطلق من أيديولوجية قمعية تستلزم الانضباط الجامد والالتزام الأعمى. ففي رأيي من قال ليبرالي أو قال علماني أو قال متشدد أو خلافه، ما لم ينتقل من هذا تصنيفه المعرفي حتى يعرفه إلى مسألة الإساءة له أو الاتجاه مكارثيا للفكرة، فعليه أن يقول ما أراد أن يقول. ولكن مهم أن نقابل أو نرتقي بعملية التصنيفات الفكرية من تقديم العديد من البرامج التي ترتقي لها. شكرا دكتورة فوزية. دكتور فايز صالح جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لعلي التقط ما ذكره معالي الدكتور عبد الله في مسألة ما نقل لنا من جلسات الرياض أن الهدف أو من دوافع التصنيفات كشف الحقيقة أو التعمية على الحقيقة، فأقول أنه صحيح أن هناك دوافع لكشف الحقيقة وبيان يعني كما ذكروا الأخوان أهل الحق وأهل الضلال وأهل النفاق وهكذا، وصحيح أيضا أن هناك من هو صادق في هذا المعنى يعني يريد أن يكشف هذه الحقائق، لكن الصحيح أيضا أنه خلف أو تحت هذا العنوان هناك ما هو تعمية للحقيقة، وأعني بذلك إخفاء الأسباب التي وراء التصنيف التي يعود مرة أخرى وأقول أنها هي مسألة الإقصاء. يعني تحت عنوان أهل الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة تم إقصاء كل من تم تصنيفه. التصنيف أكرر مرة أخرى، التصنيف ليس جديدا، الآن لعله انكشف بس في وسائل التواصل الاجتماعي، قضية الصوفيين البدعين القبوريين احنا عانينا منها كثيرا طبعا في مكة المكرمة أو في الحجاز عموما، وفي أقل الأحوال يقول لك في عقيدته غبش. كل هذه كانت ذرائع لإقصاء هؤلاء الناس عن كل المناصب الدينية، إمامة الحرمين، القضاء وهكذا. في الجامعات كان القبول في كليات الشريعة أيضا يخضع أبناء هؤلاء من صنفوا بالتصنيفات التي ذكرتها لاختبارات لتم استبعادهم أيضا من دخول كليات الشريعة. لذلك مثلا نحن لعلنا أيضا نعلم أن مثلا مؤسسة القضاء معظم القضاء من منطقة معينة في المملكة، فلذلك أنا إذا كنا نريد أن فعلا أن نحافظ على وحدتنا الوطنية ونتحدث بهوية وطنية وتحتوى لا شك مظلة الإسلام والدين وهذا لا شك فيه، لابد أن نضع يدنا على الجرح وعلى الأسباب الحقيقية ولا نظل ندور حولها ونبتعد عنها كثيرا. لعله آخر تعليق، بعض الإخوان أشاروا إلى مسألة أنه من الحلول هي سيادة القانون، أنا لعلي أقول لعله الأولى هو سيادة العدل، لأنه العدل أيضا القانون لعلك تعاقب من تجاوز، لكن عندما يسود العدل أنت تمنع التجاوز أصلا، وكأنه نوع من الوقاية من الوقوع في هذه المحاذير. وسيادة العدل أيضا تتسع لأمور لعلها في مشاركات أخرى يتم الحديث عنها أكثر، وشكرا لكم وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. شكرا دكتور فايز. دكتورة رباب صالح شمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أدهشني وإن كنت صدقت في فهمي الأستاذ الدكتور الذي قال أن تصنيف الليبرالي أو العلماني أو الحداثي مرفوض لأن الرسول أو أن القرآن قال هو سماكم المسلمين من قبل، فهل هؤلاء يخرجون عن الدين وهم موحدون مثلنا ويصلون ويصومون؟ تعجبت. النقطة الثانية، ذكروا أيضا في المقاييس التي يرونها الإخوة والأخوات السابقين ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الحق، قال ما أنا عليه أنا وأصحابي، وفكرة الفرقة الناجية.
طبعا هذا كل يعني نتفق جميعا عليه، ولكن بالمعنى الواسع لهذا الأمر، لأنه كما ذكر الدكتور المالكي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل المنافقين يجلس في مجلسه ولم يبح ولم يذكر أسماءهم، تعامل مع كل أصحاب الديانات الأخرى. الفرقة الناجية ذكر العلماء المحققين حسب ما أعرف أن الجملة اللي ستفترق أمتي على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه لم تحقق، هذه خارج نص الحديث. فإذا الشرع يبيح هذا التنوع أو هذا الاختلاف الفكري والاثنتين وسبعين فرقة، كيف نحجر عليها بالمعنى الواسع لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لكن فكرة الفرقة الناجية هي التي تقصي 70% من دائرة من يتحدثون. الفكرة من لما بدأوا يتكلموا في الجلسة السابقة وهذه الجلسة يتحدثون عن مسلمين وكفار ومنافقين، ونحن نتحدث في الوحدة الوطنية، وكما ذكر الدكتور كلنا مسلمون وكلنا سعوديون وكلنا موحدون، ولا يعني لا يوجد حديث للكفار ومنافقين وما شابه ذلك. الغريب أن خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خيرا هو من يعني دعا ورعى حوار الأديان وحوار الحضارات، ويتحدث العلماء عن كيفية التعايش معهم، فالأولى أن نتعايش مع بعضنا في هذه البلد وكلنا أصحاب عقيدة واحدة. وشكرا. شكرا دكتورة رباب. بقي معنا 9 دقائق وثلاثة متحدثين. الأستاذ أحمد الدكتور أحمد الزهراني. السلام عليكم. أعتقد أن المركز أراد أن يخاتلنا بهذا المصطلح التصنيفات وأن يوقعنا في شركة. مفهوم التصنيفات مفهوم سلبي، والمفترض أن نتبنى مفهوم الاتجاهات أو التيارات الفكرية، لأن أغلب الدراسات العلمية دائما ما تتبنى مصطلح الاتجاهات أو التيارات لأنه مفهوم علمي يحقق نتائج واقعية. بعض الأخوة تحدث عن ما يجب أن يكون عليه المجتمع باتجاه واحد، وهي الحقيقة نظرة رومانسية، السعي لتحقيق المدينة الفاضلة أو إلى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحدث، لأن هذه الاتجاهات سنة كونية، نحن نناقش واقعا وليس حلما. الاتجاهات موجودة، الاختلافات أيضا موجودة، التيارات موجودة، والتصنيفات بشكلها السلبي موجودة، وبالتالي علينا أن نناقش الواقع على الحلم، كيف يمكن لنا أن نوظف هذه الاتجاهات والتنوعات والتيارات في المحافظة على المكتسبات الدينية والوطنية وتطويرها. أعتقد أن دوافع هذه الاتجاهات كثيرة، تنطلق من دوافع دينية وعرقية وفكرية واجتماعية وقومية وقبلية وطائفية، وأسوأ هذه الدوافع بالتأكيد هو الانتفاع، الدافع الانتفاعي أو الذاتي. لا يمكن أن يكون أحدنا وصيا على الآخر. أنا أؤمن بأفكار فلسفية وعلمية حديثة، لكنني في النهاية أنا مسلم وطني. وشكرا لكم. شكرا دكتور أحمد. الدكتور علاء ناجي. لعلي أتحدث هنا كقانوني وكمحامي في التعامل مع موضوع التصنيف والوحدة الوطنية وارتباطه بالدوافع والتبعات. بموجب النظام الأساسي للحكم في المادة 12 تحت الفصل المتعلق بمقومات المجتمع السعودي، المادة تقول أن من مقومات المجتمع السعودي ومن واجبات الدولة تعزيز الوحدة الوطنية، أو أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والانقسام. بموجب هذا النص كان صدر برضو نظام آخر، النظام مكافحة الإرهاب وتمويله، ويتحدث عن الجريمة الإرهابية، وعرف الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر يقصد به الإخلال أو يقصد به الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض، وهنا مربط الفرس، تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الأساسي للحكم، وتستمر المادة في سرد أبعادها. حقيقة لاحظت أن بعض الطروحات الموجودة اليوم تقول بالتصنيف وتقبل التصنيف وتدعو للتصنيف، ولكنها ترفض الأصناف الأخرى، تقول بخط وبمسار واحد، وإما أن تكون معي على هذا النسق وعلى هذا السياق، وإما أن تكون خارج الإطار المقبول.
السؤال هنا إذا نحن نتحدث عن الوحدة الوطنية، إذا نتحدث عن واقع معاش، عن فكر قائم وعن تباين ضمن النسيج الاجتماعي الموجود في المملكة العربية السعودية، لابد أن تكون هنالك أفكار متباينة، وكل إنسان ابن بيئته ابن مجتمعه ابن تجاربه أيضا. أن تقصر الفكر على توجه واحد ومسار واحد، أنت هنا تتحدث عن وحدة وطنية بتفصيل ومقاس ضيق جدا ومن باب تحجير الواسع. الوحدة الوطنية تعني التعايش وليس التوافق بشكل أو بآخر. أنا لا أطلب أن تتوافق معايا أو أن تتوحد معايا في فكري، أنا أطلب أن تتعايش مع فكري وإن كان مختلف مع فكرك. هذا الذي يؤدي بنا إلى الوحدة الوطنية. من خلال هذا التعايش تكون الصنفين المقبولين فقط في التصنيف، أنت وطني أو غير وطني، أما ما عداها فأنت لا تتحدث أو لا تتساير مع النظام الأساسي للحكم، لا تتساير مع بقية الأنظمة القائمة. أخيرا أقول، إن كان الدافع من التصنيف سواء سياسيا أو دينيا أو شخصيا ومهما حسنت النية هو أن تخل أو يؤدي إلى ما يخل بالوحدة الوطنية، فهو مخالفة لنظام الدولة ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله. وأيضا أقول عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. شكرا دكتور علاء. الأستاذ فهد عريشي. السلام عليكم. لو سألنا أي طفل من أطفالنا ما معنى التصنيفات الفكرية فلن نجد أي إجابة. دائما نتعامل مع المشاكل بعيدا عن روح الأطفال، يعني دائما الأطفال نتعلم منهم، رغم أن كنا جميعا أطفال في يوم من الأيام، وعندما كنا أطفال كنا لا نفهم أي اختلاف بيننا وبين أي شخص. لو وضعنا أي طفل في مدرسة دولية على سبيل المثال، زملائهم من مختلف الديانات من مختلف الأفكار، فسيجدها مشكلة بسيطة، لن يتعامل معها زي ما نتعامل معها نحن. عندما كنا أطفالا كنا لا نهتم بأي شيء من هذا القبيل. كبرنا وأردنا كل شيء أن يكبر معنا، حتى مشاكلنا أردناها أن تكبر معنا. دوافع التصنيفات الفكرية هو نحن من نجعلها بطريقة سلبية، نبتعد عن إيجابياتها، لا نتفاءل بها، لا نتعامل معها كما كنا نتعامل معها عندما كنا أطفالا. يجب أن نتعلم من الأطفال درس مهم، هو أنه اختلافنا شيء إيجابي. لو وضعنا مجموعة أطفال مع بعض مهما كانت ألوانهم اختلافاتهم، سنجدهم يتفاهمون مع بعض أفضل منا نحن بعدما كبرنا وأصبحنا ننظر إليها أنها مشكلة ونتعامل معها بطريقة سلبية للأسف. وأعتقد أن أكبر دافع للنقطة السلبية في التصنيفات الفكرية هو نحن. وشكرا. شكرا. لعل البقية من الأخوة والأخوات يختصرون ونستوعب الجميع. الأستاذة سارة بغدادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر جميع المشاركين اليوم في الحوار على الإثراء بالرأي والآراء المختلفة اللي سمعناها. اتفقنا اليوم على أنه على الاختلاف لا الخلاف، وكثير من الآراء اتفقت على أنه التصنيف يكون إيجابي إذا اتخذ بمحمل الإيجابية. إلا أنا بأشير أنه استخدام التصنيف في بعض المجتمعات وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها بيستخدم بطريقة سلبية، كما يكون تنابذ بالألقاب، وهو بيكون أصلاً من دافع كبير جداً إنه استخدام هذا التصنيف كأداة لتوجيه الأفكار والفكر، يا إما بالنبذ أو بالجذب، بمعنى أن يستخدم الشخص التصنيف ينبذ به شخص آخر، يا إما لتشكيك أو تقليص من قيمة رأيه أو جذب آراء الآخرين إلى رأي له. بصفة عامة يتجاهل هؤلاء الأشخاص المصلحة العامة أو الفائدة
التي ممكن أن تتولد من الرأي نفسه. في هذه الحالة نيجي عند نقطة خطيرة جدا، وهي لماذا استبدل المجتمع أسلوب الحوار والنقاش لمحاولة تغيير رأي الآخر أو تفهم رأيه إلى مجرد نبذ هذا الرأي بوصمه بتصنيف معين ينفر منه الآخرين أو يجذب آخرين إلى صفحته في الفيسبوك مثالاً، الناس اللي هم ممكن أنه ينجذبوا إلى هذا الفكر. هذه الظاهرة هي يمكن تحتاج مننا أنه احنا ننظر عليها، وهو هذا الدافع الحقيقي، بصرف النظر عن أنه الدافع هذا يستخدم بغرض سياسي أو بغرض اجتماعي أو بغرض إعلامي أو بأي غرض من الأغراض. من رأيي الدافع الأساسي في التصنيفات السلبية هو استخدام هذا التصنيف كأداة لوأد الأفكار والآراء بدون مناقشتها وبدون الحوار فيها. لعلنا نناقش في المحاور التالية القادمة استبدال هذا الأسلوب السلبي في تناول التصنيفات إلى أسلوب إيجابي يتيح للمجتمع أو يثقف المجتمع بأسلوب الحوار والمناقشة بدلاً من التصنيف والوصم والتنابذ بهذه التصنيفات. وشكراً. شكراً أستاذة سارة. أستاذ سعود كابولي. شكراً معالي الدكتور. أنا سأحاول أختصر. إحنا في حديثنا اليوم لم نتحدث على سبيل المثال على التصنيفات الفكرية على الصعيد الاقتصادي، يعني إذا كان هناك مؤيد للرأسمالية أو مؤيد للاشتراكية، وكأن مجتمعنا لا يرى أي مشاكل في هذه التصنيفات. مشكلتنا الأساسية تقع في التصنيفات التي لها انعكاس سياسي، وهذه أعتقد المشكلة الكبيرة التي نواجهها في مجتمعنا، ولن يكون الحل لها أو طريقة التعاطي معها إلا بتقوية مفهوم الدولة الوطنية. أنا يعني أرى من الصعوبة بمكان نحن نتحدث الآن عن مفهوم الوحدة الوطنية وهناك تيار في المجتمع ينظر إلى أشخاص خارج الدولة على أنهم أقرب فكرياً له ومنتمين له من أشخاص داخل الدولة. هذا هو خط التماس الحقيقي، وأعتقد هذا السبب أن نحن التصنيفات الفكرية بتؤثر على الوحدة الوطنية. السبب أنه لها انعكاس سياسي على الداخل. الحل الوحيد لأن نحن نقوي مفهوم الدولة الوطنية، نجعل هذا هو السقف اللي الجميع يعني يستظلون بظله مفهوم الدولة، وبالتالي أي اختلاف فكري لن يؤثر، حتى لو حصل تصنيفات لن تؤثر علينا طالما الدولة مفهوم الدولة الوطنية هو الذي يجمع الكل تحت غطاءه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. آخر متحدثة أخت منال، وباختصار لو تكرمتي. السلام عليكم ورحمة الله. جاء الإسلام ليحرر الإنسان من التبعية الجاهلية ويرسخ معالم التبعية العلمية ويقضي على كل تعصب جاهلي في الفكر والسلوك، فيعيش المسلم حراً في كرامته واختياراته، ويحلق في الفضاء الرحب بعيداً عن عطن التحزبات التي تقضي على فكر الإنسان وعقله. وأهم دوافع التصنيفات السلبية ومغذياتها من وجهة نظري أولاً الجهل وضعف العلم الشرعي أو التصدي له من غير أهله، حيث يلزم تحديد الثوابت الشرعية كميزان للأفكار، وهذا كفيل بإلغاء التطرف بوجهيه التحلل والتشدد. ثانياً التقليد والتعصب الأعمى لأقوال أو أشخاص أو أفكار غير مستندة إلى أس علمية أو أسباب موضوعية. ثالثاً غياب ثقافة التنوع والتعدد ومهارات التفكير وتفشي علامات التفكير السلبي كالتعميم الجائر لأي فكرة أو رأي. ومن هنا يأتي دور المناهج والمقررات في التعليم العام والعالي كأحد أهم المرتكزات لتعليم التفكير والحوار وآدابه مع المختلف. رابعاً عدم التوثيق والمرجعية عند إصدار الأحكام، فيسري التصنيف بدعوة مجردة من الدليل مع غياب الإجراءات القانونية الصارمة لحفظ البناء والتنوع الثقافي واحترامه تحت شعار قل ما تشاء ولكن ستحاسب، مع بعد أهل الوسطية عن الساحات الإعلامية ومحاصرة التصنيف السلبي. فعندما نطالع صحيفة مثلاً أو أي وسيلة إعلامية نود أن نرى أفكاراً تنموية في شتى الميادين أو أفكاراً إبداعية لمشكلاتنا وقضايانا، فنفاجأ بالكثير من المساحات لنقد المخالف وتجريمه، فتبني رأياً مؤكداً وتحرض وتعمم ولا تناقش فكراً أو تضحده بحجج، فندور في دائرة مضحكة مؤلمة لأننا أتقنا فن الاختلاف وافتقدنا آدابه وأخلاقياته. سادساً البطالة والفراغ وغياب المشاريع النهضوية
لاحتواء الطاقات وصقلها وتبنيها لخدمة الدين والوطن. شكراً دكتورة منال. أستاذة منال بارك الله فيكم جميعا، شكرا للإخوة والأخوات الذين شاركوا وللأخت أمال المعلمة على إدارة الجانب النسائي في هذه الجلسة، وأنقل الميكروفون إلى معالي الأستاذ فيصل بن عمر لكي يحدثنا عن ما لدينا يوم غد. شكرا. شكرا معالي الدكتور، كان حقيقة جلستين ونتائج ومناقشات ومداخلات هي في الواقع كلها تصب في ما يهدف إليه الحوار الوطني. وحقيقة عندما نفكر في أنفسنا وماذا قدمنا للوطن خلال 10 سنوات في هذا العام، نتذكر بدايات الحوار الوطني وقضينا 10 سنوات، وأعتقد أن تراكم هذه الخبرة وأيضا هذه المشاركات العظيمة من رجال ونساء في مشروع الحوار الوطني وتطوره، حقيقة أنا لا أدعي أننا أنجزنا الكثير، ولكن أستطيع أن أقول أن البنية الأساسية لأمور كثيرة ترسخت مع مرور الوقت، وهذا دليل واضح من خلال الطروحات التي تطرح في هذا. يعني أكاد أجزم وأقول بأمانة أنه منذ اليوم الأول حتى هذا اليوم جميع المشاركات التي تمت في الحوار الوطني كلها ولله الحمد في مصلحة هذا الدين والوطن. وأيضا ما يميزها هو الاحترام والتقدير، وعندما عملنا بتخطيط وصبر وحقيقة أنا ذكرته في عدة مقابلات، قلت أنه مثل النقش في الحجر، يعني هذا الموضوع ليس موضوع سهل، ولكن أيضا حقيقة مع النقاشات واللقاءات يتضح معدن أبناء وبنات هذا الوطن، وأننا والله الحمد بخير ما دمنا مرتبطين بديننا ومرتبطين بوحدتنا الوطنية. لكن حقيقة هذا الذي نسعى له من خلال برامج الحوار الوطني هو ترسيخ الاحترام واحترام الرأي الآخر والتعايش والأمور التي أساسية في تماسك المجتمع مع بعضه البعض. هذا المشروع حقيقة نشعر بأنه يحتاج إلى تضافر عدة مؤسسات، ليس هو أيضا شأننا فقط. في كثير من المواضيع وكثير من التوجهات اللجنة الرئاسية والمركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني يرى أن المسجد والمدرسة والأسرة مترابطة جدا في هذا الموضوع، لذلك من الضروري جدا أن نركز هذا البرنامج من خلال هذه المؤسسات العظيمة في المجتمع. وكلما رسخنا هذه المؤسسات وعملنا معها وتناغمت مع بعضها البعض، المسجد والمدرسة والأسرة، فإننا إن شاء الله من خير إلى خير. نحن في والله الحمد بخير، لكننا نخطط المستقبل، والتحولات التي تحدث في كل المجتمعات هي تحدث في مجتمعنا. كنا نخطط على بوتيرة معينة، ثم فوجئنا بشبكات التواصل الاجتماعي حقيقة وأصبحت المسافة بعيدة جدا. لكننا أيضا لا أصدق ولا أريد أن أدعي ذلك، الأسلوب الذي نضعه للحوار كما تشاهدون أعتقد نادرا ما تجده في أماكن أخرى، عندما تعطي الفرصة للجميع وبتكافؤ الفرص والوقت وغيره تعطى للجميع ويعطى مساحة، وأعتقد في شفافية عالية. لكننا نشكركم جميعا ونؤكد على أن مشاركتكم دائما هي إثراء لنا ودعم لنا، وأيضا ترسيخ لهذه المؤسسة العظيمة التي أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأيضا تحظى به الاحترام في كل منطقة ومحافظة من وطننا الغالي. ولذلك فإن غدا إن شاء الله وزعنا عليكم واجب كما ذكر الدكتور عبد الله، ما زال الدكتور عبد الله معالي الدكتور عبد الله في ذهنيته واجبات وزارة التربية والتعليم، وهذا الواجب ليس للمذاكرة هذه الليلة، ولكن نريد أن يساعدكم فغدا في الجلسة الختامية عندما نريد أن، لأننا حقيقة نطمح إلى صياغة رؤية وطنية. رؤية وطنية تحتاج إلى أفكار، تحتاج إلى، ونعتقد أنه ربما تذكركم ببعض المسائل، وحتى لا نكرر بعض الآراء أيضا التي طرحت في هذه التوصيات أو في يوم غد. نرجو أيضا أن تسمحوا لنا بطلبكم في الوقت المناسب غدا، يعني
تكون مستعدين ومسوين شوية تمارين رياضية ربما تساعدكم على تقديم أفكار مناسبة. وأشكركم مرة أخرى وندعوكم للعشاء، أعتقد أنه أخواننا في وأخواتنا جهزوا وجبة قبل أن تغادروا، وأشكركم مرة أخرى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.